كودينج. تعالى شير سكرين. شايفين يا جماعة الشاشة بتاعتي؟ شاشتي واضحة؟ حد بس يأكد عليا. اي واضحة استاذ، واضحة واضحة. طيب احنا سريعا كده، ايه اللي خدناه الاسابيع اللي فاتت؟ لو انت تفتكر احنا اول اسبوع كده قعدنا ندردش شوية جوه الكمبيوتر، قعدنا نتكلم عن الرام وهتكلم البايتس والبتس والاحجام المختلفه والباينري والمش عارف ايه. بعدين كاب جدايه، المفروض ان احنا عندنا محاضره تانية بمزيد من التفصيل ان شاء الله عن الهاردوير، ما اعرفش امتى بس يبقى في محاضره كمان. والمحاضره اللي بعديها اتكلمنا عن الانترنت وبدايه يعني ايه اي في ادرس وبتاع وان ايه سب نت، وبرده لسه ايه لسه فيها تفاصيل كتير، بس دي كانت تانية. بعد كده ابتدينا نتكلم في الوورد سريعا كده، استعرضنا الوورد. بعدين اتكلمنا في الاكسل سريعا كده، استعرضنا الاكسل. الحقيقة النهارده هتبقى النهارده والمرة الجاية محاضرة مختلفة، المحاضرتين دول مختلفتين شوية، لأن أنا ما أعتقدش إن أنتوا في الكورسات بتاعة الدبلومة بتاعتكم هتتطرقوا حاجة زي كده. فانا حابب ان انتوا تركزوا المحاضره دي والمحاضره الجايه، لعل وعسى واحد او اثنين او ثلاثه من الجروب ده يستهوى الموضوع ده ويحب يتخصص فيه، لان يعني للاسف الشديد مفيش كورسات في الموضوع ده في الدبلومه بتاعتكم. من الواضح ان بعد كده في دبلومات تانية في المعهد هتبقى متخصصه في ده، لكن هو الحقيقه كور بالنسبه للاي تي. الاي تي بقى البرمجه داخله في حاجات كتير، منها البرمجه بتاعت الداتا ساينس. فعايزك تركز، ويمكن الموضوع يستهواك تحب تكمل فيه في المستقبل، او حتى تكمل فيه مكان ماستر او بتاع او ما الى هذا، خاصه الموضوع ده فلوسه حلوه قوي بره في السوق يعني. طيب خلينا بقى بسم الله الرحمن الرحيم نركز. عايز افكرك، المره اللي فاتت واحنا بنتكلم في الاكسل، خلي بالك كنا بنتكلم على حاجه اسمها الاجريجيتس. سالتكم على الاجريجيتس، سالتكم انا على دي بي ام اس خدتوا الاجريجيشن ولا لا، قلتوا لي لسه ما خدناش الكوماندات بتاعت السيكوال ستيتمنت. فانا كان يهمني الاسبوع اللي فات اللي هي الاجزاء اللي جوه الاوتو سام دي، اللي هي لما تيجي تفتحها بتلاقي سام وافريج وكاونت وماكسيمم ومينيمم. فقلت لك احيانا بيكون عايز تستعرض البيانات نفسها، واحيانا عايز تستعرض معلومات عن البيانات. فدي البيانات اللي انت شايفها دي، لكن دي معلومات عن البيانات، المتوسط والمجموع والعدد السجلات واكبر قيمه دي بنسميها معلومات عن البيانات. اوكي، الكلام ده بنسميه ديسكريبتيف. كل ده احصاء على فكره، يعني ده يعتبر كلام عن الاحصاء. انت بتتكلم بشكل احصائي، اديني احصائيات، اديني تقارير عن البيانات. فاللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده حاجه بنسميها الديسكريبتيف ستاتستكس، خلاص اللي هو هات لي الماكسيموم مينيموم وبتاع والكلام ده. في شق تاني الحقيقه في الاحصاء ده مش هنتطرق ليه، اللي هو بنسميه الانفرنشال. انفرنشال يعني ايه؟ يعني مثلا لو اتكلمت على جبت مثلا، لو انا جبت الدفعه دي مثلا، او انا مثلا جبت نزلت رحت اليابان، خدت انا وانتو كده تذكره طيران ورحنا ايه اليابان مثلا، ورحنا جايبين مثلا مشينا في الشارع فاخدنا 50 واحد من المواطنين هناك، وقعدنا نشوف نقيس قد ايه هم مجتهدين. خلاص، فلما جمعت معلومات عن 50 دول طلعوا مثلا مش مجتهدين،
طلع ال 50 دول يابانيين قدرا ان هم مش مجتهدين. هل اقدر استنتج من كده ان الشعب الياباني شعب غير مجتهد؟ الاجابه لا، لان التعميم لاصوله عشان تاخد عينه، تاخد سامبل عشان تاخد عينه وتاخد نتيجه العينه دي وتعممها على مجتمع كبير، ليها اصول وليها قواعد. احنا عندنا مشكله مثلا الشعوب العربيه، احنا دايما بنحب التعميم، يقول لك الشعب كذا والشعب ده شعب كذا والشعب ده شعب كذا. بينما التعميم ده غلط، يعني انت ما ينفعش تعمم الا باصول وقواعد علميه معينه. الاصول والقواعد دي بتيجي منين بقى؟ من الاجزاء دي اللي بنسميها الانفرنشال ستاتستكس. بس ده موضوع كبير يعني مش هنتطرق فيه خالص، احنا هنتكلم في الشق الثالث في الاحصاء. الشق الاولاني كان هو اللي هتجيب الماكسيموم مينيموم وبتاع، الشق الثاني التعامل مع العينات وتعميم النتائج العينات دي، الشق الثالث اللي احنا عايزينه التعامل مع الكوريليشن والريجريشن. ده اللي هنتكلم فيه النهارده، كوريليشن وريجريشن. ايه الكلام العجيب ده؟ ركز بقى معايا كده واحده واحده هتلاقي افهم، انا عايزك تفهم. اوكي، يعني ايه كوريليشن؟ تعال ناخد الكلام بمثال، بالمثال يتضح المقال. افترض ان انا اديتك البيانات دي. ايه البيانات دي؟ قلت لك بص، انا عندي زي ما زي انتوا كده مجموعه من الطلبه اهو. اوكي، جمعت بيانات مجموعه من الطلبه، مسكت كل طالب وشفت هو بيذاكر كام ساعه، وشفت في اخر الترم او شفت في الميد ترم بتاعه هو تحصل على درجه مقدارها كام. فمثلا كان عندي طالب، مثلا افترض عندي طالب كان بيذاكر 20 ساعه فجاب 40، سين الدرجه من 100 يعني، او دي برسنتج يعني. خلاص، اللي ذاكر 24 ساعة جاب 55 من 100، اللي ذاكر 46 ساعة جاب 69، اللي ذاكر 62 ساعة وهكذا، اللي ذاكر 23 ساعة حصل على 37. خلاص، جميل جدا. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، انت بتقول لي ان دول بيانات طلبة، عدد ساعات المذاكرة والدرجة اللي الطالب حصل عليها، يعني دي بيانات طالب معين ودي بيانات طالب معين ودي بيانات طالب ثالث ودي بيانات طالب رابع. جميل. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل في علاقة ما بين الاكس والواي دول؟ يعني هل في علاقة بين عدد ساعات المذاكرة وما بين الدرجة اللي الطالب يحصل عليها؟ هو منطقيا المفروض يبقى فيه، بس يعني الله أعلم. احنا عايزين البيانات هي اللي تقول لي في علاقة فعلا ولا ما فيش علاقة. يعني هل فعلا اللي ذاكر اكتر جاب درجه اعلى؟ والله بص، يعني النظره العامه كده بتقول يعني شكلها كده بس عايزين نتاكد، فالتاكد ده بنسميه الكوريليشن. هكذا لك هنا فوق اهي، كوريليشن. يعني ايه هو الكوريليشن؟ ان انا اديك مجموعه من المتغيرات، ده متغير، تعرفين قاعده البيانات بقى فيه عباره عن مجموعه من الكولومز او مجموعه من الاعمده، كل عمود ده بنسميه متغير، variable, feature, property، اي حاجه. زي في الكلاس بيبقى عندك مجموعه من البروبرتيز خلاص، او مجموعه من الممبرز خلاص، كلها دي حاجه واحده. في الاخر انا عندي مجموعه، عندي عمودين، عايز اشوف في علاقه بين العمودين دول ولا لا، في علاقه بين المتغيرين دول ولا لا. اي نفس الفكره. طيب ايه اللي هيعمل لي كده؟ حاجه، اختراع كده في الاحصاء اسمه كورليشن. الكورليشن هيقول لك والله ده في علاقه بين الاكس والواي قوية أو علاقة ضعيفة أو علاقة متوسطة من الإكس والواي. طب ده الكلام ده جميل جدا. طب الكلام ده يتحسب إزاي؟ بص، هو ليه معادلة رخمة كده. والله مش رخمة قوي لو فهمتها هتلاقيها ظريفة. بص، أنت دلوقتي أولا هما كام طالب عندك؟ لو أنت عديتهم هتلاقيهم 10. لو أنت عديت عدد الطلبة دول هتلاقيهم 10. أوكي؟ طيب. هاجي اعدد الساعات بتاعت ال 10 اللي ذاكروها كلهم على بعض، اجمعها. اجمعها ازاي؟ ما انت عارف انك بتسمي حاجه اسمها الصم من هنا. وعدد الدرجات بتاعتهم كلهم هجمعها. ما انت عارف ان ايه برضه ده صم. اوكي؟ يبقى انت جمعت عدد الايه؟ الساعات المذاكره وجمعت عدد الدرجات. على فكره في الرياضه افتكر الكلام بتاع ثانوي، التجميع ده بنسميه، شايف علامه السيجما دي؟ معناها ان انت بتجمع. معناها ان انت بتجمع. خلاص، دي عشان دي الاكس ودي واي. خد الارقام اللي هنا واضربها في نفسها، يبقى دي الاكس تربيع، وخد الارقام اللي هنا واضربها في نفسها، يبقى دي الواي تربيع، وخد الاكس اضربها في الواي. يعني مثلا 20 في 40 بكام؟ ب 800.
20 في نفسها كام؟ ب 400 اهي. طب 40 في 40 تبقى بكام؟ 1600 اهي، وهكذا الباقي كله. فده بقى اكس والواي، وده الاكس واي، وده الاكس تربيع، وده الواي تربيع، وده سيجما اكس، وده سيجما واي التجميع يعني، وده سيجما اكس واي، وده سيجما اكس تربيع، وده سيجما واي تربيع. وعوض بقى في المعادله اللي انا بديها لك دي، مجرد بقى تعويض بقى. خلاص شوف الارقام اهي عندك، اهي ارقام كلها عندك اهي. خلاص هتلاقي هنا في بس حاجه اسمها الان، الان اللي هي العشرة، عدد الايه؟ عدد الطلبه يعني. لو انت عوضت بايديك في الارقام هيطلع لك الكوريليشن اللي هو الار الصغير ده، الار سمول ار دي، هتبقى 0.879، يعني حوالي 88% تقريبا. يبقى في علاقه بنسبه عدد ساعات المذاكره والدرجه اللي هيتحصل عليها الطالب، مقدارها تقريبا 88%. طب دي حلوه ولا وحشه؟ لا بص، الثمانيه دي درجه عاليه جدا، 8 و9، ان في كده علاقه قويه جدا بين الاكس والواي. يبقى في دي علاقه فعلا تستحق ان انت تدرسها. يبقى فعلا في علاقه قويه عارف لو كانت 3 من 10 ضعيفه اقول لك ايه اهملها، 5 من 10 6 من 10 علاقه متوسطه تاخدها في الاعتبار، لكن 8 و9 ده علاقه قويه جدا جدا جدا. خلي بالك ان الرقم ده ممكن يطلع بالسالب، لان العلاقه ممكن تبقى علاقة عكسية، كل ما عدد ساعات تذاكر، تخيل بقى كل واحد يذاكر أكثر كل ما الدرجة بتاعته تقل. في الحالة دي هتبقى هنا يطلع ماينس. الرقم ده لما تيجي تحسبه لازم يطلع في الرينج من سالب واحد لواحد. لو أنت حسبتها تطلع لك 3 أو 4 أو 5 تعرف إن الإيه؟ الحسبة دي غلط، فترجع تحسبها من أول وجديد. أنا مش هطلب منك على فكرة إنك تحسب ده بإيديك يعني. بس انا حاططها بقى علشان تكون عارف الكوريليشن عباره عن ايه، وان الموضوع مش اختراع يعني، مجرد انك بتجمع بتدرب وبتجمع وبعدين بتعوض في المعادله بتطلع لك يعني. لكن بما ان انا شغال اكسل، فالاكسل هيحسبها لي بغمضة عين يعني. اوكي، يبقى تاني يا جماعه، احنا الدرس النهارده بيتكلم هل في علاقه بين المتغيرات ولا لا. عايز اقيس العلاقه دي، هل عندك علاقه من الاكس والواي ولا لا، وعايز استخدم الكمبيوتر انه يحسب لي العلاقه دي. احنا بناخد اي تي. خلاص المجال اللي احنا بنتكلم فيه بنسميه داتا ساينس، داتا ساينس. اوكي، طب جميل. على فكره انت لو خدت الاكس والواي دي وعايز ترسم العلاقه ما بينهم، شوف انا رسمتها كده، الرسمه اللي قدامك دي بنسميها السكاتر بلوت. لو انت جيت هنا ورحت عملت انسيرت، هتلاقي هنا في، شايفين الشورته دي؟ دي اسمها السكاتر بلوت اهي، سكاتر بلوت، ده السكاتر بلوت. طيب لو انت بصيت هنا على الرسمه دي، دي العلاقه اللي جماعه بالاكس والواي بين عدد الساعات بتاعت المذاكره وبين الدرجه اللي الطالب يحصل عليها. لو انت تاخد بالك تحس ان علاقه يعني في علاقه وعلاقه ايه متزايده، يعني كل ما ده بيزيد كل ما الدرجه بتزيد، فاكنك تحس كده اكن في خط مستقيم ماشي كده، يعني في علاقه طرديه ما بينهم. ده لما بيزيد ده بيزيد، ده لما بيزيد ده بيزيد، ده لما بيزيد ده يزيد. ففي فعلا علاقه من الواضح جدا، حتى الرسمه بتقول ان في علاقه طرديه قويه ما بين الاكس والواي، ما بين عدد الساعات وما بين الواي. جميل، بس يعني برضه بيني وبينك زي ما قلت لك، بما ان انا شغال اكسل انت ما ينفعش تحسبها لي يعني على طول. بص بقى، لما تيجي عندك في الاكسل انا عايزك تروح الفايل تاني فين في الاكسل عشان نقدر نحسب الايه. شوف انا مطلعتها ازاي هنا في ثانيه، نفس الرقم ده ازاي تطلع الجدول ده. هتيجي هنا تقول فايل اوبشنز، وتروح رايح للاد ان تاني، فايل اوبشنز اد انز، وتقول له جو. خلاص انا يهمني عشان المحاضره دي والمحاضره دي، علشان المحاضره دي هتلاقي ده عندك فاضي كده، اضغط على التول باك دي اناليسيس تول باك، ده عشان المحاضره دي، وعشان المحاضره الجايه هنضغط على حاجه اسمها السولفر. يبقى دول الحاجتين يا جماعه اللي احنا هنستخدمهم، وبعدين نعمل اوكي. انا كده كده كنت ضايفهم اصلا. خلاص لما تعمل كده، لما تروح للديتا هيطلع لك الاثنين دول، واحد اسمه داتا اناليسيس والتاني اسمه سولفر.
لازم يطلعوا لك هنا في الداتا. الاول مش هيطلعوا، طلعوا لي ليه؟ عشان انا ايه علمت عليهم الاوبشنز. طيب انا هستخدم بقى الداتا اناليسز ان هي تعمل لي ايه الموضوع ده. طب تعال داتا اناليسز هيفتح لك حاجه بالمنظر ده. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل حاجه اسمها كورليشن، واقول له اوكي. طيب فين المعادلات او فين الداتا اللي انت عايز تشوف العلاقه ما بينها؟ هضغط هنا واقول له اهي، هي دي الداتا اهي. ما تاخدش الجمع بقى. قلت له ماشي. هل السجل الاولاني اللي انت كنت مختاره ده عباره عن ليبل، عباره عن الهيدر؟ اه. طيب النتيجه بتاعتك عايز تحطها فين؟ قلت له اوتبوت رينج. النتيجه بتاعتي احطها هنا مثلا. ماشي. قلت له اوكي. بص اهي. دي بتقول ايه؟ العلاقه من الاكس والواي ها 87%. امال ايه واحد واحد دي؟ العلاقه بين اي متغير ونفسه، العلاقه بين عدد الساعات وعدد الساعات هي 100% طبعا. والعلاقه بين السكور بتاع الطالب والسكور بتاع الطالب 100%، مالهاش معنى يعني. لكن ده يهمني العلاقه بين الاكس والواي. العلاقه بين الاكس والواي، بين عدد الساعات المذاكره وما بين الدرجه اللي اتحصل عليها الطالب، هي دي. ودي طبعا قيمه كبيره جدا. طبعا ده اسهل مليون مره ما كنت انت تعملها بايه؟ بايديك، وتبقى مستحيل انك تغلط يعني. لغايه دلوقتي اللي انا بعمله واضح؟ انت مش مطلوب منك في الامتحان دي، انا حاططها ليك عشان تعرف ان الموضوع مش مستحيل يعني. خلي بالك دي 10، خلي بالك السيجما اكس واي مقفل اكس واي اهي، سيجما اكس واي يعني دي اهي. لو انت عايز تعمل الكلام ده بايديك يعني عشان تبقى شاطر يعني. لكن اللي هيطلب منك ده المطلوب منك. لغايه دلوقتي ناس فاهمه؟ ايه فاهمه. لا 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 لا. طيب جميل. يبقى دلوقتي يا جماعه انا عملت ايه؟ شفت العلاقه بين عدد ساعات اللي ممكن الطالب يذاكرها والدرجه اللي هيحصل عليها في الامتحان، ولقيت ان العلاقه ما بينهم علاقه قويه، علاقه قويه مش علاقه ضعيفه خالص. واللي احنا الشورت ده سميناه السكاتر بلوت، وشفنا ممكن تعمله ازاي، وشفنا ازاي ما تعمل الجدول ده باستخدام الاكسل. محتاج تزود حاجه في الاكسل زي ما شفنا علشان تقدر تحسب الكلام ده. وقلنا الكوريليشن بنمثله بالار سمول. طيب تعال نكمل في الكوريليشن. طيب ده مثال تاني. تعال بس دي كده اورينتيشن عن المثال ده بيتكلم عن ايه. تعال كده نكبر حبه اهو، هنهاجي دي هشرحها بعد شويه. بص يا سيدي، افترض الداتا دي قديمه قوي على فكره، الداتا دي من سبعينات القرن اللي فات يعني. دي الولايات كلها المتحدة، كل ولاية اهي قدامك، ولاية الأولانية الثانية الثالثة الرابعة، وبعض المعلومات عن كل ولاية من هذه الولايات. عندك بعض المعلومات عن كل ولاية من هذه الولايات. فمثلا أنا عندي طبعا ده طبعا أرقام قديمة أوي، فمش هي دي الأرقام الحالية يعني. فمثلا أقول لك في كل ولاية السكان، المتوسط الدخل للسكان، المعدل الجهل عامل ازاي، متوسط العمر بقى في عامل ازاي اللي بيسميه لايف اكسبكتنسي، معدل الجريمه عامل ازاي، قد ايه في ناس حاصلين على تعليم عالي، كم يوم بينزل في التلج في الولايه دي، ومساحه هذه الولايه. ارقام احصائيات عن كل ايه؟ عن كل ولايه. تاني عدد السكان، متوسط الدخل، متوسط الجهل، متوسط الأعمار، متوسط الجريمة، متوسط نسبة التعليم العالي في المكان ده أو في الولاية دي، عدد الأيام اللي بينزل فيها تلج، والمساحة الإجمالية للولاية. بس ده الموجود. السؤال بقى، أنت عندك هنا كام متغير؟ واحد اتنين تلاتة، أو كام فيريبل أو كام عمود؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. يا ترى التمانية دول هل بينهم علاقات ولا مفيش بينهم علاقات؟
يبقى نلجأ لصديقنا مين؟ الكوريليشن، اللي هيقول لك هل في علاقات ما بينهم ولا لا. فهعلم على المتغيرات دي، اقدر كده اجي اعلم عليها خلاص، وانزل كده لتحت علمت على الجدول. طبعا هو ايه عدلات ال 50 اهو، واروح فاتح عندي الداتا، انا مش عارف ولا هو انا اضطر نعملها تاني مش مشكله. هروح رايح للداتا، وهروح رايح للداتا اناليسيس تاني، هختار الكوريليشن تاني، هختار الاوكي الانبوت رينج، تعالى نعملها تاني مش مشكله. اخترت من هنا كنترول شيفت يمين كنترول شيفت لتحت، اتعلمت عليهم كلهم. هل في ليفل؟ اه الاسماء الهيدر. وتعالى المره دي نحطهم في شيت جديد، هقول مثلا ده هسميه كوريليشن ماتريكس، ماتريكس الكامله او الجدول الكامل اللي بيوضح العلاقات ما بين المتغيرات الموجوده عندي، واقول له اوكي. بس تعالى بس كده نكبر علشان نبتدي نفهم ايه اللي بيحصل. دي العلاقه ما بين المتغيرات المختلفه، انا بس هخليها تبقى في النص كده. طبعا انا زي ما قلت لك انا مهتم بالعلاقات القويه، يعني او حتى المتوسطه فوق متوسطه، يعني قول مثلا 6 من 10 فاكثر، لكن بقى 3 من 10 و4 من 10 نفسيا انا مش مهتم بيها، علشان عندي عدد كبير من المتغيرات. فخليني بس اهتم بالعلاقات القويه اللي هي 6 من 10 فاكثر. فعلشان عيني ما تستغللش تعالى نعلم عليهم. اعلم عليهم ازاي؟ احنا خدنا كذا طريقه، انت ده ممكن تعلم كده مثلا وتقول له conditional formatting، وممكن اقول له انا عايز اعلم على الستة من عشرة او اكتر. انا المشكلة عندي هنا اكتر من ستة من عشرة، طب انا عايز ستة او اكتر. لو رحت تالي مور رولز هنا ممكن اقول له بدل greater than اقول له greater than or equal to كام بقى؟ ستة من عشرة. كده ليه؟ ستة من عشرة. طيب لو ستة من عشرة عايز تعلمها بلون الايه؟ تعالى مثلا نخليها اخضر مثلا، اخضر. فهو علم لي يا جماعة الحاجات اللي ايه؟ ستة من عشرة او اكتر. انا مش عايز ستة من عشرة بس، انا عايز كمان سواء موجب او سالب، لان ممكن في حاجات سالب ستة من عشرة، دي بالنسبة لي برضو مهمة، فهي دي كمان محتاج ان انا اعلم عليها. يعني سواء بص احنا قلنا علاقه طرديه او علاقه عكسيه، فبرضه هعلم كده على الارقام واقول له conditional formatting. المره دي اقول له نفس الفكره more rules، اقول له less than or equal to سالب 6 من 10. على بس انا نخليها احمر مثلا او مارون. يبقى دلوقتي انا عندي ايه؟ عندي بس الوحايد دي طبعا ما تهمنيش، اللي هو علاقه المتغير مع نفسه. فتعالى برضه عشان اللخبطه هشيل العلامه اللي عليه، هقول لو كان بيساوي مثلا ايه؟ تعالى كده، لو كان مش عارف كده ليه بس ماشي. لو كان بيساوي واحد انا نخليها باللون العادي الاسود مثلا خلاص، لان ده ما يهمنيش. انا يهمني ايه؟ يعني ما يهمنيش علاقه بيبوليشن بيبوليشن، لكن انا يهمني العلاقات الثانيه. فالوقت انا في كم علاقه عايز ادرسها؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، دول يا جماعه اللي يهموني. يبقى انا دلوقتي محتاج ادرس يا جماعه 1 2 3 4 5 الخمس علاقات دي. لما نجيب لك الداتا دي ده اللي انت عينك تبص عليهم. ليه؟ لان ده 6 من 10 او اكتر او سالب 6 من 10 او اقل، اللي هو الواحد طبعا ما يهمنيش خلاص. طب تعالى كده ننقنق كده فيهم ونشوف الكلام ده منطقي ولا مش منطقي، ولا ايه الحوار بتاعه، يعني ماشي ازاي الكلام ده. فتعالى نشوف مثلا تعالى كده في العلاقه دي، العلاقه دي بتقول لك ايه؟ بيقول لك طول ما العدد نسبه المتعلمين هتزيد الجهل هيقل. منطقي؟ لا منطقي طبعا. دي محتاجه شرح؟ لا مش محتاجه شرح،
هي فعلا علاقة عكسية ما بين الطرفين، فدي ما فيهاش مشكلة. طيب جميل، ايه تاني؟ تعالى العلاقة دي، بيقول لك بص، في علاقة، الله أكبر الله أعظم، طردية ما بين المستوى التعليمي وما بين الدخل. صح، كل ما مستوى تعليمك يرتفع يفترض ان الدخل بتاعك يرتفع، وطبعا مش شرط، بس بنتكلم بشكل متوسط افريج يعني. فلما لما انت كل ما تحصل على درجات اعلى وكل ما الانكم بتاعك هيزيد. ماشي، يبقى انا شفت دي ودي، انا شايف انهم منطقيين جدا. طب تعال نشوف الاثنين اللي بعديهم. بيقول لك مثلا هنا في علاقة ما بين معدل الجريمة ومعدل الجهل، برضه منطقي. دايما المجتمعات اللي فيها جهل كتير هتلاقي فيها جريمة عالية، أو والعكس بالعكس. برضه يعني الثلاثة دول منطقيين أهو كده أهو لغاية دلوقتي. طب تعالى نشوف دي بقى. بيقول لك في علاقة ما بين معدل الجريمة ومتوسط حياة الفرد في المجتمع. يا نهار أبيض. لو انا ترجمتها ترجمه حرفيه، معنى كده ان معدل الجريمه في المجتمع الامريكي عاليه جدا 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 جدا، لدرجه ان هي بتاثر على متوسط عمر الافراد من كتر القتل اللي بيحصل في الشارع. هل ده اللي حصل فعليا؟ لا يعني، في جريمه ما ماشي، بس مش لهذا الدرجه. دي غريبه. العلاقه هنا طلعت قويه جدا، طلعت تقريبا حوالي 8 من 10 80%. دي علاقة قوية جدا. الكلام ده مش منطقي. هنا على طول عينك تروح للطرف الثالث. يعني ايه؟ يعني في ادي متغير وادي متغير. في متغير وسيط في النص ما بين الاثنين، مؤثر هنا ومؤثر هنا، وهو مش باين. بالنسبة للإحصاء، بالنسبة للأرقام، هو شايف إن في طرف واحد وطرف تاني ما بينهم علاقة. لكن العلاقة دي جاية منين؟ جاية من إن في متغير ثالث بيأثر في المتغيرين دول. ايه هو المتغير التالت ده تفتكر؟ يعني ايه المتغير اللي بيأثر في الجريمة وبيأثر في نفس الوقت في عمر الفرد؟ تفتكر ايه؟ الحقيقة ان هو هيطلع الجهل. الجهل. لو انت بصيت هنا، احنا قلنا في علاقة قوية ما بين معدل الجريمة والجهل. جميل. لكن انت برضه بصيت، الحقيقه لو انت بصيت بين اللايف اكسبكتنسي عمر الافراد وبصيت على الجهل، هتلاقيها تقريبا مقربه من 6 من 10، ففي برضه علاقه مش ضعيفه ما بين الاثنين. فالحقيقه ان الجهل بقى عامل وسيط ما بين عمر الافراد في المجتمع وما بين الجريمه. فبالنسبه للارقام طلع ان في علاقه ما بين الجريمه وما بين عمر الافراد، لكن هي علاقه مش مباشره، علاقه غير مباشره، نتيجة وجود الثيرد فيريبل أو المتغير التالت الخفي. لذلك العلاقة دي المفروض إن إحنا نهملها تماما، لأننا نهمل العلاقات المباشرة. العلاقات المباشرة مش العلاقات الغير مباشرة، دي علاقة غير مباشرة. لذلك الكلام ده عمرك ما تطلع بيه بإيه يعني، بأرقام. لازم تعمل عقلك، لكن عقلك يشتغل. هل دي علاقة مباشرة ولا مش مباشرة؟ لا، دي علاقة مش مباشرة. معدل الجريمه ما بيأثرش على متوسط عمر الافراد الا لو في دوله فيها حرب مثلا، حاجه زي سوريا مثلا، لكن غير كده مش هيأثر. خلاص، دي حاجه. الحاجه الثانيه، الدرس بقى المستفاد من الكوريليشن ماتريكس اللي قدامك ده، درس في منتهى القوه اللي هو ده. بص تعالى كده، بص على الرقم الاخير ده. دي العلاقة ما بين عدد الأيام اللي بينزل فيها التلج في أمريكا أو في الولايات المختلفة وما بين معدل الجهل. العلاقة طالعة إيه؟ طالعة علاقة قوية ما بين الاثنين. هل في علاقة ما بين الأيام اللي بينزل فيها تلج وما بين معدل الجريمة؟ هل في علاقة؟ طب هل في حتى متغير بسيط؟ لا. رغم كده العلاقة طالعة قوية. والدرس بقى القوي جدا 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 جدا، إنه ممكن الرقم يكون إحصائيا معبر ومؤثر، لكن هو غير مؤثر. لذلك الناس التعبانه اللي بتيجي، لو انت مثلا حبيت تشتغل انت بعد كده في الكلام ده، الكلام ده فلوسه حلوه يعني،
اشتغلت انت في الكلام ده؟ ده شويه اكسل وبتاع وكلام فاضي يعني. فجيت بعد كده يقول لك هقول لي العلاقات عامله ازاي، فقلت ده في علاقه بين الثلج وفي علاقه بين الثلج وبين الجهل على طول في نفس اليوم، هتفقد الوظيفه بتاعتك على طول، لان انت كده واحد ما بيشغلش عقلك، انت خدت رقم الاكسل وحطيته في التقرير وخلصنا على كده. الارقام اللي تطلع لك دي لازم ان انت تشيك عليها الاول، شغاله ولا مش شغاله، ده رقم ما ينفعش، رقم غلط. حاضر؟ ثانية واحدة يا جماعة. ماشي يا شباب؟ الناس سامعاني؟ ايوه تمام. الناس فاهمين لغايه دلوقتي؟ بتحاولوا تفهموا؟ طيب موضوع مختلف، انا عايزك في التخصص ده استمتع يا جماعه. والله اللي انا اكتشفته، اللي بيشتغل حاجه بيحبها بيوصل بجد والله العظيم. لو انا هنصح بنصح ابني، هنصحه اللي بيشتغل حاجه بيحبها بيوصل، بيبقى حاجه كبيره، بيبقى حاجه، يبقى في الاخر حاجه مميزه. المفترض هو ده اللي يهمك في سنك ده، ان انت تبقى مميز. فانا بحاول اعرض عليك في المادي كل التخصصات الفرعيه اللي في الاي تي. شوف انت ايه اكتر حاجه تستهواك، اكتر حاجه انت حاسس ان دي تشغلها. يعني المحاضره دي والمحاضره الجايه يمكن اكتر محاضرتين هيبقوا فيهم تشغيل دماغ. هل هو ده اللي انت بتحبه؟ ربما. لو هو ده اللي انت بتحبه اتكمل في المجال ده. بتاخد مثلا مع زمايلي حاجات على علاقه بالويب، هل هو ده الويب اللي بيستهويك؟ كمل فيه. بتاخد برمجه ديسكتوب في السي شارب، هو ده هو بيستهويك؟ كمل فيه. هتاخد في الترم الاخير حاجات الموبايل اللي بيستهويك؟ كمل فيه، اللي تحس ان انت هتبقى مميز عن الاخرين. ودايما مجالنا حاجتين مع بعض، جناحين عشان تعرف تطير في المجال ده. الجناح الاولاني الفهم، ان انت تفهم. الجناح الثاني الممارسة، افهم ومارس. وفي انت بقى عندك جناح ثالث الحقيقة، علشان انت مش بس مبرمج، او انت كمان علشان انت بتدخل امتحانات. فالجناح الثالث ان انت تذاكر الحاجة اكتر من مرة لغاية ما تشربها. الكلام ده مهم جدا. فانت مارس، يعني انت بتفهم، مارس، كرر المحاضرات اكتر من مره. حسب بقى انت معاك سلايدز، معاك فيديوز، معاك واتس ايفر، الكلام ده لازم يتكرر اكتر من مره عشان حاجه تشربها. دي صنعه، كأنك انت بتتعلم البنا، بتتعلم الكهرباء، دي صنعه، دي صناعه انت بتتعلمها واحده واحده. خلاص اسيبكم ونرجع تاني، نرجع 12 و10 تالي نكون خلصنا، يعني صليته وريحته، ونطول بقى لغايه ما نخلص ان شاء الله الليكشر يعني ان شاء الله. فخلاص نرجع يا جماعة تاني الساعة 12 و10، أوكي؟ يلا، سلام، باي باي.
السلام عليكم شباب. عليكم السلام. خلاص صليت الحمد لله، كله تمام، كله صلى. السلام. حسين حسين حنان. أنا كان عندي مشكلة مع عبد العزيز شمال، عبد العزيز مش فاكر بروتو من دوزة طبعا مع دوزة طبعا. ماشي. طيب يا جماعة نستكمل بحنا مشوارنا. احنا حتى هذه اللحظة كل احنا عملناه يا شباب ان احنا بقينا نقدر نكشف هل في علاقة بين عمودين ولا مفيش علاقة. يعني اديتك ديتا، هل في علاقة بين الكولوم ده والكولوم ده، او بمعنى صح بين المتغير ده والمتغير ده، اه ولا لا. طيب افترض دلوقتي خلاص انا لقيت ان في علاقة قوية بين الاكس والواي، او ما بين عدد ساعات المذاكره وما بين الدرجه اللي بيحصل عليها الطالب، زي ما الوضع عندنا كده حاليا. تعالوا بس افتح لكم شير. اوكي، ترى دلوقتي ان انتم شايفين يعني. طيب احنا كنا عايزين ايه؟ ما كملناش دي. طيب كنا انتهينا بالدرس العظيم اللي احنا اتعلمناه، ان احنا الارقام اللي بتطلع دي هي ارقام احصائيه صحيحه احصائيا، ولكن لازم نشغل فيها دماغنا ونتاكد هل هي فعلا صحيحه من الناحيه العمليه ولا لا. هديك مثال ظريف. الناس اللي فيكم بيتابعوا الاحداث السياسيه على مستوى العالم وكده يعرفوا ان اليونان كانت كام سنه اللي فاتت تعرضت لازمه اقتصاديه صعبه جدا جدا جدا. فمثلا لو انت وصلت من 2005 ل 2011 هتلاقي الازمه الاقتصاديه بتاعت اليونان كانت عماله تزيد 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 تزيد، وكانت عماله تستدين وتستلف من الاتحاد الاوروبي وبتاع وما الى هذا. طيب في نفس الوقت لو انت خدت من 2005 ل 2011 مثلا عدد مستخدمين الفيسبوك قد ايه بيزيدوا؟ هتلاقيه بعده يزيدوا 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 يزيدوا. ما يجيش واحد عبقري عبقري زمانه فيقول ان في علاقه، بما ان دي شكلها شبه بعض، ان في علاقه ما بين الازمه بتاعت اليونان وعدد مستخدمين الفيسبوك. طبعا ده كلام تهريج، الدنيا ما بتمشيش بالطريقه دي. خلاص، فمش معنى ان احصائيا في علاقه ان فعلا في علاقه. الكمبيوتر بيساعدك مش بيفكر ليك يعني، فاهم قصدي؟ طيب النقطه الثانيه، بعض الكوريليشنز بيبقى وان سايدد يعني من اتجاه واحد، وبعضهم بيبقى فعلا تو سايدد من الاتجاهين. زي ما قلنا مثلا كل ما العدد معدل الجريمه بيزيد هتلاقي ان الجهل بيزيد، كل ما الجهل يزيد معدل الجريمه بيزيد، في علاقه حقيقه طرديه ما بين الاثنين من جهتين. لكن مثلا لو انت خدت علاقه زي مثلا العلاقه بين درجه الحراره ومبيعات الايس كريم، هتلاقي دايما لما درجه الحراره بتزيد يعني في الصيف مثلا بتلاقي ان المبيعات بتاعت الايس كريم بتزيد جامد جدا. دي علاقه وان سايدد، ما اقدرش اقول كل ما مبيعات الايس كريم بتزيد كل ما درجه الحراره تزيد، ده تهريج. فاهمين؟ ده بيسموه وان سايدد. يعني تاني وان سايدد يعني كل ما درجه الحراره بتزيد مبيعات الايس كريم بتزيد، دي مفهومه. لكن هل العكس صحيح؟ لا، العكس مش صحيح. هل كل ما مبيعات الايس كريم بتزيد ده يعني بالضروره ان درجه الحراره بتزيد؟ لا طبعا، لا يعني كده. اوكي؟ لذلك دايما بنحاول ان احنا نشغل دماغنا يا جماعه في البيانات. البروجرامر بيتعامل مع بيانات. دلوقتي احنا بنحاول ان احنا نفهم البيانات دي بشكل اعمق شويه. طيب بص، دي نفس البيانات اللي عندنا اهي، العلاقه بين الاكس والنسبه المئويه للدرجه الاكس والواي. اوكي جميل. بيقول لك انت استخدمنا، لو تلاحظ قبل كده
data واستخدمنا data analysis correlation علشان نحسب الرقم ده. الحقيقة ان الاكسل اصلا الرقم ده موجود فيه جاهز لو انت حابب تجيبه من غير حتى data analysis. انا بس حاولت اوريك ازاي لان ليه استخدامات كتير مستقبلا يعني. لكن بص انت عندك الحقيقة two functions في الاكسل, ودي من الحاجات اللطيفة جدا ان احيانا في الاكسل بيبقى فيه كذا function بتديك نفس النتيجة يعني. فاديك مثال, لو انت عايز تحسب نفس الرقم من جوه الاكسل وخلاص, انت ممكن تقول له يساوي وتكتب correlation. انا اكتب لك الفانكشن هنا فوق, لو عملت التاب هيقول لك انا عايز التو اري, الاري الاولاني المصفوفه الاولانيه والمصفوفه الثانيه. ممكن تعمل دي الاول بعدين دي, او ممكن تعمل دي الاول بعدين دي, مش فارقه هنا خالص مش فارقه, وما بينهم في سيمي كولون. فانا اخترت مثلا دي وعملت السيمي كولون ورجعت اخترت دي ورحت قافل وعملت الانتر اهي, هي كوريليشن. فاسمها كوريل. نفس الموضوع في فانكشن تاني في الاكسل اسمها بيرسون. بيرسون اي تديك نفس النتيجه بالظبط اي. شوف بيرسون هي دي, هي دي الاري الاولاني سيمي كولون الاري الثاني قفلت انتر, نفس النتيجه بالظبط. تستخدم دي تستخدم دي مش فارقه كتير. طيب جميل جدا جميل جدا جدا. طب هل القصه بتاعت الكوريليشن هتنتهي عند كده؟ لا الحقيقه بما ان احنا لما كشفنا عن علاقه بين الاكس والواي وطلع ان في علاقه قويه جدا بين عدد ساعات المذاكره, وده المثال ده مهم جدا ليك عشان انت مقبل على المتر, وما بين درجه الحراره بين الدرجه اللي بيتحصل عليها الطالب في المتر, في علاقه قويه ووطيده ما بينهم. انا نفسي اعمل حاجه بقى, بما ان في علاقه قويه ما بين الاثنين, ايه رايك لما تديني عدد ساعات اللي انت بتذاكرها واحاول انا اخمن المجموع اللي انت هتجيبه؟ يعني ايه؟ يعني انا عايز الكمبيوتر, انا عايز الاكسل الاول اتاكد خلاص ان هو في علاقه بالاكس واي. صحيح. طيب وفهم العلاقه دي؟ فهمها. بعد ما افهمها انا مديها له دي, يعني بعد ما انا علمته طبيعه العلاقه من الاكس والواي من الداتا دي, تعال انت بعد كده على وقت طالب تاني خالص تقول لي الطالب ده مثلا ذاكر 50 ساعه. تقدر تقول لي يا كمبيوتر, تقدر تقول لي يا اكسل, بناء على التعليم اللي انت اتعلمته او التريننج اللي انت حصلت عليه وفهمته من هنا من العلاقه بالاكس والواي, تقدر تقول لي الطالب اللي ذاكر 50 ساعه درجة الدرجة الجريد اللي هيحصل عليها كام؟ فيقول لك مثلا 60 65 70. الحقيقة ممكن, ده اللي احنا بنسميه ريجريشن. يبقى الخطوة الثانية بعد الكوريليشن, لو اتأكدت ان في علاقة قوية ما بين الاكس والواي 7 من 10, 7.5, 8, 8.5, 9, لما حاجة كده معقولة ممكن تعمل حاجة اسمها الريجريشن. يعني ايه ريجريشن؟ ان انا عايز اخمن. لو انا عندي طالب معين ذاكر عدد معين من الساعات, يا ترى بناء على التعليم الكمبيوتر انا علمته له من الجدول السابق ده, يا ترى المتوقع ان هو يجيب مجموع كام؟ طب دي جامده جدا جامده جدا. الحقيقه البدايه الحقيقيه ان انت تاخد الرقم اللي انت حصلت عليه هنا, الار اللي انت حصلت عليه اللي اسمه الار بتاعت الكوريليشن, واضربها في نفسها. يعني خد الرقم ده, بص خد الرقم ده اهو اضربه في نفسه اهو تاني, يبقى ايه بنسميه الار, ار سكوير. يعني عشان انت الار ضربتها في نفسها, فهتلاقي بص نزل من 88 ل 77%. ده الار سكوير, ده الار سكوير. طبعا انت بدل ما تعمل كده كنت ممكن تستخدم فانكشن اسمها ار اس كيو. يعني اي بص بالمره ار اس كيو خلاص بيقول لك بص بقى, بص هنا بشوف بقى ده هنا بيقول لك كلام محدد, انا عايز الواي بعدين الاكس. الواي شوف بقى الكلام, اديني الواي بعدين سيمي كولون اديني الاكس. خلي بالك من الترتيب هنا, يعني قبل كده الترتيب في الكوريليشن والبيرسون مش فارق, لكن لما تعمل سكوير باستخدام الفانكشن بتاع الاكسل هيفرق, فيطلع لك 77%. انا كنت ممكن تعملها بايديك زي هنا, هي يعني. طيب انا ليه بربع الار؟ بص بقى بيقول لك ان الار تربيع دي مهمه جدا.
ليه مهمة جدا؟ الار تربيع معناها قد ايه ممكن اعتمد على الاكس في ان انا اخمن قيمة الواي. تاني قد ايه، ده على طريقة تانية، قد ايه قيمة الواي بتعتمد على الاكس. يعني مش بس ان في علاقة ما بين الطرفين، لا، يعني لو انت اديتك رقم ده قد ايه تقدر تطلع الرقم ده، بنسبة صحة قد ايه، بنسبة قوة قد ايه، بنسبة احتمال ان الدرجة دي صحيحة بنسبة كام في المية. طب دي حاجة جامدة جدا. طب ليه هي طالعة 77% مش 100%؟ مش في علاقة قوية بين الاثنين؟ ليه طالعة دي مش 100%؟ يعني ليه مش بنسبة 100% ان الدرجة هتبقى 55 لو دي 24؟ لان لو انت حسبتها بالعقل، حسبناها كده بالعقل، الدرجة اللي بتتحصل عليها في الامتحان مش فقط معتمدة على عدد ساعات مذاكرتك، معتمدة صح على عدد ساعات المذاكرة، معتمدة على عقليتك، في فروق فردية بين الأفراد، قد إيه أنت مركز، أنت إيه أنت حابب المادة، مدى استيعابك في الكلاس، طبيعة الشرح بتاعت المدرس، بيعرف يشرح التيشر ولا ما بيعرفش يشرح، هل أنت بتكرر المحاضرات أكتر من مرة ولا لأ، هل أنت بتحل ولا ما بتحلش، حاجات كتير. ففي عوامل اللك، حتى الحظ، يعني في نسبة من في أي حاجة في الدنيا فيها نسبة توفيق، فكل دي عوامل. صحيح طلع من الواضح ان اهم عامل فيهم عدد ساعات المذاكره. عدد ساعات المذاكره اهميته قد ايه؟ 77%. يعني ايه اهميته؟ اهميته في تفسير الواي، اهميته في انك تقدر تخمن قيمه الواي. يعني انت لو مديلي اي طالب عندك وتقول لي هو ذاكر كام ساعه، انا اقدر اقول لك درجه الواي اللي هتحصل عليها، وانا ابقى واثق في الدرجه دي بنسبة 77%. ودي حاجة جامدة جدا، جامدة جدا. لأن الحقيقة فعليا علشان الموديل ده أو علشان التخمين ده يبقى صحيح، كنت لازم أحط كل متغيرات التانية، الكتاب اللي أنت بتذاكر منه، درجة انتباهك ودرجة فهمك من شرح المدرس بتاعك، حاجات كتير كنت لازم أحطها علشان أبقى واثق بنسبة مثلا 99% إن الدرجة اللي أنت هتقولها لك، يعني ما تقولي إن ذاكر 50 فيبقى مثلا هو هيجيب 60 65، ابقى واثق بنسبه 99%. محتاج احط كل حاجه. لكن احنا هنا بنجرب حاجه بسيطه، انا عندي متغير واحد عايز استخدمه في ان انا اطلع او ان انا اخمن قيمه الواي، من خلال ان انا الاول رقم واحد اخلي الاكسل او البرنامج اللي انا شغال عليه يخمن او يفهم طبيعه العلاقه بين الاكس والواي. في علاقه، وفهم شكل العلاقه ما بينهم، بناء على فهم هذه العلاقه فاديله قيمه جديده للاكس فيطلع لي قيمه الاي المناظره ليها. من الاخر، لذلك الار سكوير مهمه، فبتقول لك قد ايه ان المتغير اكس ده يقدر يفسر لك ويشرح لك قيمه الواي، فتقدر تستخدمه في انك تخمن قيمه الواي. 77% دي حاجه جامده جدا، جامده جدا. طيب احنا قلنا ان الار سمول هي كورليشن، ان الدرجه بتاعتها تتراوح او القيمه بتاعتها تتراوح من سالب واحد لواحد. بما اننا ربعت مفيش سوالب بقى هنا خالص، فهتلاقي بعد ما بتربع الار سكوير تتراوح ما بين 0 و 1. و77% دي قيمه كبيره جدا، يعني انت لما تلاقي 77% ار سكوير انت وانت مطمن ممكن تستخدمها في الريجريشن او ان انت تحاول تخمن او تعمل بريدكشن لقيمه الواي، كده انت في الامان. الحقيقه انت من اول 6 من 10 برضو انت في الامان جامد يعني. طيب قبل ما نشوف ازاي نعمل ريجريشن، يعني ازاي تديني قيمه جديده للاكس فاقول لك قيمه الواي المناظره ليها بناء على ان الاكس اتعلم ده، قبل ما نعمل كده في حاجه دايما احنا بنقولها، مش معنى ان في كورليشن ان في كوزيشن. وركز بقى، ركز في الكلام ده، لان ممكن ما اعرفش، لو انت مبرمج عادي ممكن ما تسمعوش تاني، ولو انت ناوي تخصص في الكلام ده فالكلام ده بالنسبه لك هيبقى في غايه الاهميه. تاني، مش معنى ان في كورليشن مش معنى كده ان في كوزيشن. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك تعالى كده شوف العلاقه ما بين مبيعات الايس كريم، وتعالى المره دي نقول مبيعات النظارات الشمسيه. طيب مبيعات الايس كريم احنا قلنا لما درجه الحراره هتزيد، يعني في الصيف هتلاقي ان
مبيعات النظارات الشمسية بتزيد، مبيعات الآيس كريم بيزيد، وهكذا برضو النظارات الشمسية. يعني في الصيف بيحصل حاجتين، مبيعات الآيس كريم بتزيد، وأكيد أكيد مبيعات النظارات الشمسية هتزيد لأن الدنيا حر. طب جميل جدا، الكلام ده جميل جدا. يعني إذا معنى كده إن أنت لو جيت تشوف هل في كورليشن ما بين الآيس كريم، مبيعات الآيس كريم ومبيعات النظارات الشمسية، هيطلع كورليشن عالي، لأن في عامل فاكر، لأن في عامل تالت خفي وهو درجة الحرارة، هو اللي مؤثر هنا وهنا، فيطلع ان في كورليشن عالي ما بين الاثنين. فهنا في كورليشن اهو، في علاقه ما بين الاثنين. لكن هل في كوزيشن؟ بمعنى هل مبيعات الايس كريم تسببت في زياده مبيعات النظارات الشمسيه؟ طبعا لا. هل في علاقه ما بين الاثنين؟ في علاقه، لان في عامل مشترك مؤثر فيهم بشكل طردي. ففي الاخر لما تقيس علاقه ميلتين هتلاقي في علاقه طبعا. لكن هل العلاقه دي علاقه سببيه؟ يعني علاقه سببيه، هل في واحد هو اللي تسبب في الثاني؟ طبعا لا. طب هو يعني ايه علاقه سببيه؟ اقول لك يعني ايه علاقه سببيه. يعني مثلا العلاقه ما بين الرياضه ووزنك، اوكي، دي علاقه. هل في علاقه؟ في علاقه طبعا. هل علاقه سببيه؟ اه علاقه سببيه. يعني ايه؟ يعني انا اقدر اقول لك كل ما تمشي مثلا او كل ما تجري على المشاية مثلا لمدة ساعة، عدد الكالوريز اللي انت هتفقدها من وزنك، الكالوريز اللي انت فقدتها من وزنك بسبب ايه؟ مشيك على المشاية. يعني مش مجرد علاقة ما بين الرياضة، ممارسة الرياضة وما بين الوزن، لا، ده في علاقة سببية، ده في كوزيشن. الكلام ده مهم قوي، لان في ناس كتير بقى بتغلط في الكلام ده. يعني مثلا في ناس كانت بتقيس في بعض، في ريسيرش او في بحث معين، او في حد يعني جاب واحد بتاع داتا ساينس اللي هو المفروض ان حضرتك او بعضكم يعني، فقال له هل في علاقه، شوف لي العلاقه في دي. فعمل ايه؟ كان عنده متغيرات كتير، فلقى ان في كورليشن ما بين، او في علاقه ما بين الايس كريم ومعدلات الجريمه. كل ما معدلات الايس كريم بتزيد، كل ما المبيعات ايس كريم بتزيد، كل ما معدل الجريمه بيزيد. فراح قايل ايه؟ ان مبيعات الايس كريم لما زادت اثرت على معدلات الجريمه. طبعا ده تهريج، وكانت فضيحه يعني كبيره الحقيقه. اللي حصل ايه؟ هو تاني معدلات الايس كريم، الايس كريم هيزيد امتى كمبيعات؟ هيزيد في الصيف. في الصيف الناس بتحب تعمل ايه؟ دايما بتحب ترفع عن نفسها عشان درجه الحراره عاليه جدا، فالناس كتير بتغادر البيوت بالليل. فبره في امريكا بتاع بيبقى دول فيها معدل جريمه عالي شويه، فبتبقى فرصه للناس القتله والسفاحين واللي عايزين يسرقوا، ان هم شايفين ناس كتير فيكتيمز كتير او ضحايا كتير في الشارع، وممكن ان هم يعتدوا عليهم. فكمان ناس كتير في الشارع، فمعدل الجريمه زاد في الصيف. فبرضه هنا في فاكتور في النص وسيط، وهو الصيف، درجة الحرارة العالية. اوكي، اتمنى النقطة دي تكون باينة، انا اديتك عليها كذا مثال يعني. المهم نرجع للقضية بتاعتنا، انا عملت كورليشن وعرفت ان في علاقة. هل تقدر تقول لي بناء على الجدول ده، لو انا اديتك بعد كده اي رقم، اي واحد ذكر عدد معين من الساعات، تقدر تخمن لي الدرجة اللي هيحصل عليها؟ يعني تقدر تعمل من الاخر ريجريشن؟ اه ليه؟ لان بما ان الكورليشن عالي، بما ان الار عاليه والار سكوير عاليه، انا اقدر وانا مطمن ابتدي اعمل ريجريشن. اعمل بقى ريجريشن ازاي؟ هي دي بقى القضيه. فاقفل انا الشيت ده وافتح الشيت اللي اسمه ريجريشن اكزامبل، هتلاقيه عندك في الدرايف، او هتلاقيه عندك حاطط لك لينك عليه في البلاك بورد. وتعالى كده الاول، خلينا نعملها من هنا اسهل. طيب ايه دي؟ تعالى بس كده حطها كده على جنب ونعملها تاني بايدين. احنا قلنا ان انت ممكن ترسم العلاقه بين الاكس والواي، لو انتوا فاكرين انا ممكن ارسم العلاقه ما بين الاكس والواي، ان انا اروح رايح للانسيرت واقول له ان عايز سكاتر بلوت، وادي شكل السكاتر بلوت بتاعي اهو، بس هو بس هنا معكوس يعني. جميل. اللي يحصل ايه لما تيجي عايز تعمل ريجريشن؟ هو هيعمل ريجريشن زي الاكسل او اي تول هتستخدمها، انه هيرسم الخط اللي بيربط ما بين الايه النقط دي. هيرسم الخط، هترسم الخط ده ازاي؟ فين علامه بلس؟ شايفينها؟ لو ضغطت على علامه البلس دي
بس عايز اتاكد من حاجه. اوكي بس نكمل. لو ضغطت على علامه البلس دي زي ما انت وريتك، ضغطت على علامه البلس دي هيطلع لك شويه حاجات. اخر حاجه منهم بص 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 حاجه اسمها ترند لاين. ارسم لي الخط، احسن خط مستقيم يحاول ان هو يربط النقط دي ببعض. الحقيقه انت لما تيجي تعمل ريجريشن الاكسل ضمنيا بيروح راسم الخط ده، ده احسن خط يربط النقط دي مع بعض. دي نقطة، يعني دي نقطة، دي نقطة، دي نقطة، خلاص. فهو بيحاول يربط النقط دي مع بعض. وبما ان ده خط مستقيم، ارجع بقى لكلام ثانوي واعدادي، الخط المستقيم بيبقى ليه معادلة. فانا مرسم ممكن كمان احب ان انا ارسم معادلة الخط المستقيم دي. فلو ضغطت كده على السهم ده اقول له more options، انا عايز linear معادلة فعلا خط مستقيم، ارسم لي المعادله بتاعت الخط. وبالمره كمان بص حط لي الار سكوير اللي هي 77%. يعني كل اللي انا عملته قبل كده كنت ممكن اعمله في خبطه واحده، فانا اوريدي كنت عاملها هنا، فهشيل بقى ده، كفايه ده ايه معمول عندي هنا. بص اهي اهي كده. يبقى انا عملت ايه يا جماعه؟ عملت هنا ريجريشن. الريجريشن ده بيقول لك ايه؟ ادي النقط بتاعتك، ادي الايه؟ الطلبه اللي انت بتعمل عليهم تريننج، اللي انت بتمرن على الموديل بتاعك، النموذج بتاعك، خلاص. فعملت ريجريشن، عملت خط مستقيم، هستخدم الخط المستقيم ده بعد كده في البريدكشن، في ان انا اتنبا بالقيم الجديده. يعني لو قلت لك مثلا في واحد مثلا جاب ذاكر 35 ساعه، فقول لي عدد الدرجه اللي هيحصل عليها اللي انت تتنبا بها اكسل. الاكسل هيعمل ايه؟ عند خلاص بنى الخط ده، فيجي عند ال 35 هيروح طالع هنا، هيخبط في الحته دي تقريبا، دي تقريبا 50. فمعنى كده تقريبا اللي هيحصل، اللي هيذاكر 35 ساعه الدرجه بتاعته في الامتحان هتبقى 50. بس هو ده اللي بيعمله الاكسل، لا اكثر ولا اقل. ان هو لما تعمل ريجريشن بيروح عامل لك خط مستقيم، فيستخدم الخط المستقيم ده بعد كده يعوض فيه علشان يجيب الدرجه اللي هيحصل عليها هذا الطالب. فكره بسيطه جدا على فكره. ففعلا لو انت تيجي تبص على الخط المستقيم ده، المعادله بتاعته طلعت فيها 97% وطلع فيها 15.79. ايه الكلام ده؟ لو انت فاكر كلام ثانوي واعدادي، الخط المستقيم بيبقى معادله بنسميها واي بتساوي A بلس B مضروبه في الاكس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده انت في الاخر المعادله بتربط لك حاجتين من حاجتين، ده الاكس، الاكس اللي هو الايه؟ عدد الساعات، مع الواي اللي هي الدرجة اللي يحصل عليها الجدع ده أو الطالب ده. وفي عندك هنا اتنين ثوابت، الـ A والـ B. إيه هو الـ A وإيه هو الـ B؟ تعال كده نشوف. بص أهي، تخيل ده الـ X أو عدد الساعات، ودي الـ Y الدرجة اللي يحصل عليها الطالب، وأنت عندك إيه؟ خط مستقيم. لو أنت الخط المستقيم ده قعدت تكمل 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 بيه لغاية ما يخبط في الـ Y، المسافة دي بنسميها الـ A. هي دي الـ A. طيب والبي؟ البي ده السلوب، يعني الميل. قد ايه الخط المستقيم ده مايل؟ الخط المستقيم ممكن يبقى مايل كده، ممكن يكون مايل كده، ممكن يكون، فالميل، الميل بتاعه ده بنسميه السلوب، ده البي. يبقى انت عندك العلاقه بين الاكس والواي حاجتين، المسافه دي اللي بنسميها الـ A او الانترسبت، بنسميها الانترسبت او الـ A، والبي دي بنسميها السلوب. الكلام ده المفروض مش جديد، الكلام ده المفروض انت طالع لسه فريش من ثانوي، فالكلام ده المفروض انت يعني تبقى شاطر فيه. يبقى ده الاي والبي هو الاسلوب. لو انت عندك الاي والبي هتعرف ترسم الخط ده. طب الاي والبي دول يتحسبوا ازاي؟ بص ليهم معادلات الحقيقه، يعني برضه ما فيش اختراعات. يعني الاي والبي ليهم معادلات، ادي المعادله بتاعت البي اللي بنحسب بيها البي، وادي المعادله اللي بنحسب بيها الاي. كالمعتاد لو انت عندك الاكس سيجما اكس، واي سيجما واي، وضربت الاكس في الواي وطلعت بالسيجما اكس واي، ضربت الاكس في نفسها وطلعت بالسيجما اكس سكوير، ضربت الواي في نفسها وطلعت بالسيجما واي سكوير، هتعوض تعويض مباشر عشان تجيب البي والاي. البي هتعوض هنا والاي تعوض هنا، لا يحتاج تحسب البي الاول لان المعادله بتاعت الاي داخل فيها البي.
هو الاكسل بيستخدم نفس المعادلتين دول علشان يحسب الاي والبي. اول لما يعمل الاي والبي، لو انت حسبت الاي والبي، بص 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 15 79 والبي طلعت 97% زي المعادله اللي كانت مرسومه على التشارت بتاعت الاكسل. فمعنى كده ان الخط المستقيم ده اهو واي بتساوي 15 97 زائد 97 في الاكس. لو انت عندك المعادله دي تقدر تحسب اصلا بايديك. يعني لو قلت لك مثلا الطالب جاب 50، الطالب جاب 50، شيل الاكس حط ال 50، تقدر تحسب هنا فتقول والله يبقى معنى كده ان الواي بتساوي 65. اي اكيني بالظبط طلعت عند ال 50، رحت طالع خابط في الخط المستقيم ورحت جاي عند الواي، لقيت ان الجدع ده جاب ايه 65. احنا قلنا 35، لو انت جربت 35 يعني 35 في الرقم ده وزودت عليه 15 هيطلع لك الواي. ففي الامتحان اقول لك الطالب جاب كذا، فتحسب وتقول لي اذا الواي بقى كذا. موضوع فكره بسيط جدا جدا خلاص. فريجريشن هو في الاخر ان هو عمال بيحسب الاي والبي ويعوض في عاده الخط المستقيم. فيجي بعد كده انت عايز تعمل بريدكشن، يعني تقول لي تديني اي اكس 50 مثلا، فاقول لك الدرجه المتوقعه هي الواي دي المتوقعه مش الحقيقيه. انا ما اعرفش انت هتجيب كام، انا بتوقع انت هتجيب كام. على فكره دي بيسموها الواي هات اللي هي المتوقعه. الواي هات بنسميها الدرجه المتوقعه يعني. فدي انت طبعا الكلام انت مش لازم تعمله بنفسك، لا انت مطلوب منك انك تحسب الكلام ده، بس انا بحاول افهمك الدنيا يعني. انت عندك الاي والبي، الاي بنسميها الانترسبت والبي بنسميها السلوب. هو عملها الاكسل في لحظه من غير انت ما تعمل اي حاجه خالص يعني. طب تمام. طب لو انت عايز بالاكسل بدل ما تعملها كده بالطريقه دي، عايز تحسب الاي والبي، انا ممكن احسبهم من هنا، ادي الاي وادي البي اصلا. لو انت عايز تعمله بفانكشنز في الاكسل ممكن برضه. فانت عندك فانكشن اسمها سلوب، واحده اسمها الانترسبت، اهي يساوي سلوب. خلي بالك الترتيب مهم، الاول الواي بعدين الاكس، ادي الواي بعدين سيمي كولن، هات الاكس اقفل 97%. كل حاجه واحده، كل حاجه واحده. طب لو انا عايز الانترسبت اللي هي الاي، يعني برضو الواي بعدين الاكس، ادي الواي سيمي كولن، هات الاكس اقفل انتر، اهي اهي قارن، هي هي بالظبط، هي هي بالظبط. تعمل بايديك، تعمل باسلوب انترسبت، هتعمل بالتشارت، نعم المفروض يطلع في الاخر كله حاجه واحده. جميل. طيب طبعا انت هنا في اللحظه دي لو انا اديتك اي درجه، قلت لك مثلا واحد جاب 20، واحد ذاكر 20 ساعه، يا ترى هيجيب كام؟ انت ليك الخيار انك تحسبها بايدك. يعني انت ممكن تيجي هنا بالمعادله بقى، تعوض بقى بالاي وبي، بواي بيساوي 15 زائد 97% اكس، وتعوض في الاكس فتجيب الواي. ممكن. وممكن كمان لو انت حتى بتخاف تغلط، فانت عندك فانكشن في الاكسل اسمها الفوركاست لينير، هتعمل لك بالظبط اللي احنا عايزينه ده. تديها العدد الساعات 20 ساعه، ده الاكس الجديده، فتديك الواي المتوقع ان هو هيحصل مثلا على 35. يعني بص بيقول لك لو 20 تقريبا حاجه و30 35 اهي. تعال نشوفها اهي، فوركاست فور فوركاست دوت لينير مش موجوده. المشكله انا عندي ده اكسل 2013، فوركاست لينير فوركاست دوت لينير. تعال نشوف يعني مثال، انا بديله الدرجه اللي انا عايزها بعدين سيمي كولون، هديله الواي بعدين هديله سيمي كولون واديله الاكس ونشوف بس هتمشي ولا لا. اعمل انتر. لا هو اصلا الفانكشن دي في 2013. طيب بص بقى، من هنا وانت طالع بقيه المحاضره دي انا كنت اعملها قبل كده، فانا هشرح لك على حاجه انا عملتها 2016. طبعا انت في الامتحان هنكون في قاعه العملي، قاعه العملي هتلاقي عندك الاكسل 2016 او اعلى من كده 2019. للاسف انا عندي المكتب هنا اكسل 2013، ففي بعض الحاجات مش موجوده
يعني زي فوركاست والترند برضو اتوقع ان هو مش هيبقى موجود. فخلاص فخليني اعمل حاجه ظريفه، انا بس عايز اتاكد ان انتوا اللي مسامعيني، حد ياكد عليا ان انتوا قبل ما اكمل. سامعين يا شباب. طيب جميل، عشان اتاكد بس ايه، ان لان الحاجات دي هيجي لك في الامتحان، فطبعا الامتحان هتلاقي الدنيا شغاله، لان انت يكون عندك 16 او 19 في انستولد في المعمل. طيب انا هعمل ايه؟ تعالي نقفل today. هقفل بقى الصوت واشرح انا بنفسي. انا كنت مسجل المحاضره دي قبل كده الحمد لله. تعالى بقى نشوف. خلاص كل ده خلاص خلصناه. خلاص بص بقى، ركز بقى معايا في اللي انا هعمله ده، اللي للاسف انا ما عرفتش اعمله عندي في المكتب عشان عندي 2013. ركز بقى في اللي انا هعمله بعد كده. طيب كالمعتاد، زي ما بقول لك، افترض ان انا قلت لك الطالب ده ذاكر 20 ساعه، يا ترى الدرجه المتوقعه ليه كام؟ ففي الحل الاولاني المعادله زي ما قلت لك، عوض في الاكس يديك الواي، او ان انت تستخدم فانكشن في الاكسل اسمها الفوركاست دوت لينير. هعمل ايه؟ هقول يساوي فوركاست دوت لينير. بص هتطلع معايا هنا بقى، بص هي موجوده اهي في 2016. طالب مني ثلاث حاجات، انا عملت بوست. طالب مني اول حاجه الدرجه الاكس اللي هي عدد الساعات، فانا هقول له 20 لان ده الحاجه، ده سؤال. السؤال بتاعي او هنا في ال 50 مثلا، نفترض ان الطالب ده ذاكر 50 ساعه، هيحصل على كام؟ ده المثال بتاعه. ماشي، محتاج بعد كده الواي بعدين كاما. خلي بالك الفانكشنز اللي بتطلع بعضها بيبقى فيه سيمي كولون، بعضها بيبقى فيها كاما، فانت تركز لو كاما لازم تكتب كاما، لو سيمي كولون لازم يبقى فيه سيمي كولون. انا هنا قدامي ايه؟ كاما، يبقى احط كاما بعدين احط الاكس. يبقى هنا زد معامل ثالث، المعامل الثالث ده بيتحط في الاول خالص اللي هو الاكس. انت ايه سؤالك ايه؟ لو الطالب ذاكر 50 ايه الدرجه المتوقعه؟ فانا كتبت 50 بعدين حطيت الوايات بعدين اديته الاكسات ورحت قافل وعامل انتر. الحمد لله كنت مسجل. جميل، فالدرجه المتوقعه هتبقى كام؟ حوالي 65. حوالي 65 ممكن اعملها طبعا لاي درجه بقى، 20 30 70، شيل ال 50 حطها 20، الدرجه الجديده هتطلع، ما فيهاش مفروض ما فيهاش مشكله يعني. يبقى انت كده عندك طريقتين، طريقه مانيوال وطريقه الفوركاست لينير، علشان تعمل ايه؟ علشان تحصل على الواي الجديده للاكس اللي عندك، يعني دي الاكس الجديده. بمعنى لما تيجي بقى عندك تسال اي سؤال جديد، الطالب حصل على 40، الطالب حصل على 40 ده تتوقع ان هو جاب كام في الامتحان، فتستخدم الفوركاست دوت لينير. طيب بس انا عندي هنا مشكله واحده، انا كده عمال اتوقع درجه درجه. يعني ايه عمال اتوقع درجه درجه؟ يعني مثلا لو انت مثلا في عندك كذا تساؤل في دماغك، يا ترى اللي ذاكر 20 هياخد كام؟ يا ترى اللي ذاكر 30 ساعه هياخد كام؟ متوقع هياخد كام؟ يا ترى اللي ذاكر 40 ساعه متوقع هياخد كام؟ فانت كل مره مطالب ان انت تشغل الفوركاست دوت لينير او تستخدم فانكشن جميله جدا اسمها الترند. الترند دي بقى ممكن تديها مجموعه من القيم اللي انت بتتساءل عنها. مجموعه من القيم اللي انت بتتساءل عنها هنستخدمها بكذا استخدام، فركز معايا بقى. فانكشن الترند شوف هنعمل فيها ايه. خليك انا عندك الاكس وعندك الواي. اول استخدام هنعمل حاجه غريبه جدا. مش ده يا جماعه الداتا اللي الاكسل او الموديل بتاعنا او النموذج بتاعنا اتعلمها؟ يعني معادله الخط المستقيم لما اتبنت على عده نقاط، النقطه الثانيه الثالثه الرابعه، على العشر نقط دول خلاص بناء عليهم هيبني معادله الخط المستقيم. معنى كده ان الواي دي هي دي الواي فعليا الحقيقيه، لان انا اوريدي انا مديها للنموذج.
لكن دي مش الواي المتوقعه، بمعنى ان في خلاف، في ايرور هيطلع. يعني لو انا سبت الفيديو ده وجيت هنا، تعالى كده هنا اهو، بص انا اديله مثلا البقيل، انا قايله خلي بالك يا اكسل اللي ذكر 20 ساعه حصل على كام؟ حصل على 40 اهو، اللي ذكر 20 ساعه حصل فعليا على 40. لما جه الريجريشن، خط الريجريشن يبني، هو بيحاول يقرب لكل النقاط مع بعض. فلو جيت دلوقتي شفت بناء على الخط بتاع الريجريشن اللي ذكر 20 ساعه حصل على كام، هتلاقي حاجه 30 فعليا 35، فده ايرور، ده غلط. هو فعليا 40، الصح 40، لكن الموديل بتاعي طلعه 35. فده حلو جدا علشان تعرف قد ايه الخط بتاعك صحيح، الخط اللي اترسم في الاكسل ده صحيح بنسبه قد ايه. بص ده الخط، خلي بالك دي درجات الحقيقيه، ودي الدرجات المتوقعه بناء على الخط المستقيم اللي الاكسل قدر يرسمه. فهنا في غلطه وهنا في غلط، شوف الغلط هنا كبير، الفرق بين 35 و 55 هنا، يعني هنا معقول، فاحيانا بيبقى الكبير واحيانا الخطا هنا الخطا صغير جدا. فانا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل اطلع بالدرجات دي. ايه الدرجات دي؟ انت عندك الوايات الفعليه، الدرجات الفعليه، تقدر تقول لي بناء على الخط المستقيم ايه الدرجات اللي كانت تبقى متوقعه من النموذج عشان اشوف الفرق ما بينهم ايه؟ اه طبعا اقدر اعمل الكلام ده. ارجع للفيديو تعالى نشوف. هنشيل بقى الكلام ده ونعمله قاله جديد عشان تعرف تعمله بنفسك في البيت وتعمله في قاعة الامتحان طبعا. هعمل ايه؟ هاجي هنا انا عايز اشوف الدرجات المتوقعة حطها هنا، مش الحقيقية، دي الحقيقية يا جماعة. هعمل ايه؟ هقول له يساوي ترند، اسرع بس، خلي بالك انا ايه بعمل حاجه ظريفه علشان بدل ما احسبها هنا وبعدين ارجع احسبها هنا وبعدين احسبها هنا وبعدين احسبها هنا، فممكن اعمل خطه لطيفه في الاكسل ان انا الترند دي اروح معلم على كل الخلايا اللي انا عايز احط فيها الدرجه زي ما تشوف دلوقتي اهي، وكتبت ترند وفتحت القوس. بص بقى هو محتاج مني ايه؟ محتاج اول حاجه الواي. فين الواي؟ الواي اهي، بعدين اقول له كاما، بعدين عايز مين؟ عايز الاكس. هل في عندك اكسات جديده عايز تحسب لها؟ لا مش دلوقتي، انا كل اللي انا عايز اعمله عندي الاكس وعند الواي، وعايز اجيب جنب الواي الواي هات او الواي المتوقع. فهعمل كاما تاني عشان اعدي الايه المتغير ده، انا مش هدي الفانكشن اي حاجه، هقول له كاما وبعدين هقول له ترو، بعد كده اعلم على الاختيار التاني اللي هو الترو ده، بعدين اقفل القوس واعمل انتر. لو انت عملت انتر كده لوحدها مش هيشتغل، هيشتغل بس على اول ايه، على اول رو، يعني زي ما انت شايف كده. دي الغلطه الشهيره اللي المبتدئين بيقعوا فيها، ان انا جيت عملت انتر بعد ما علمت وقتها، مع ان كل حاجه صح. المفروض ما كنتش عملت انتر، دي الخدعه بقى اللي انا عايدها تاني. المفروض كنت عملت كنترول شيفت انتر، شوفها عندك عشان تحفظها، كنترول شيفت مع الانتر، فهعيدها تاني ومره دي هضغط على كنترول شيفت انتر وشوف ايه اللي هيحصل. هعيدها تاني اهي، بص يساوي ترند افتح قوس واي كاما الاكس الفعليه كاما كاما، لان انا مش اكسات جديده، وقلت له ترو اقفل القوس، المره دي كنترول شيفت انتر بس كده. بص ايه اللي حصل، دي الدرجه الفعليه، دي الدرجه بناء على الخط المستقيم، دي الدرجه الفعليه، دي الدرجه بناء على الخط المستقيم وهكذا. فالفرق ما بينهم ده الايرور الغلط، ده الصح. يعني انت ازاي تقدر تقول النموذج بتاعك صح او قد ايه هو صح؟ قارن الفرق ما بين الحاجات دي وخد بقى متوسط الفرق ده، فيقول لك فتقول والله نسبه الاكيورسي او المعدل الاكيورسي يعني معدل الاداء او الدقه كذا في الميه مثلا. كل ده حلو، لكن نرجع لمرجعنا، انا مش عايز اعمل كده،
انا مش عايز النقاط نفسها، انا بعد ما ببني الخط المستقيم بناء على الاكس والواي عايز اديك قيم جديده اسال عنها. يعني انا مثلا انا اديتك عند ال 20، طب ما كملتكش عند ال 30 ولا عند ال 40 ولا عند ال 50 ولا عند ال 60 ولا عند ال 70 ولا عند ال 80. دي قيم جديده غير القيم الاكس الاساسيه، وعايز اعرف عند القيم دي الدرجه الطالب المتوقعه تبقى كام. ده اللي انا عايز اعمله بنفس الفانكشن وبنفس الطريقه. الجزء ده يا جماعه كله محتاج اكسل 2016، ده بالحته الجزئيه اللي بعديها في نفس الفيديو كله لازم يكون عندك 2013 مش هيشتغل. طيب هعمل ايه بقى؟ ده الاكس الجديد يا جماعه، وعايز احسب ده، ده العمود اللي انا عايز احسبه. فانا هفضي ده خالص واعمله عمود جديد عشان تشوف انا هعمله ازاي. على فكره لو انت مش عايز الشرح الحالي اللي انا بعمله، انا كنت شرحه قبل كده في نفس الفولدر، في نفس الفولدر اللي فيه الماتيريال بتاعت الليكشر، الملفات الاكسل، الليكشر دي انا حاططها لك كمان. فانت كده الشرح عندك اتنين شرح، الشرح الاصلي القديم والشرح الجديد اللي انا شارح فيه نفس المحاضره، كده انت عندك في الجزئيه دي شرحين. طيب فضيت وتعالى بقى نعملها بايدينا. انا عايز الدرجات المتوقعه للقيم دي، عند العشرة متوقع هيجيب كام، اللي هيذاكر 20 هيجيب كام، اللي هيذاكر 30 ساعه هيجيب كام، وهكذا. طيب هعلم عليها واقول ترند، افتح قوس، ده الواي بيقول هات الواي كما اديني الاكس كما دي بقى هنا عايز اديله بقى القيم الاكس الجديده اللي انا عايز احسب لها، بعدين كما اقول ترو اللي هي تاني واحده، واقفل القوس، وبعدين ما تقولش انتر، تقول كنترول شيفت انتر، بس كده خلصت جبت الايه الدرجات المتوقعه. جامده جدا على فكره، جامده جدا. خلاص مش مشكله، دي كانت ايه مثال تاني هطبق عليه، مش مشكله. خلينا نشوف بقى ايه الجزئيه اللي بعديها. خلاص 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 طيب دي برضو مش موجوده الا في 2016 بس. انا عندي حاله خاصه من الريجريشن، عندي حاله خاصه في الريجريشن. يعني تاني هو ريجريشن يعني ايه؟ عندك شويه قيم في الاكس وعندك شويه قيم في الواي، فبترسم منهم بعد خط مستقيم. اقدر استغل الخط المستقيم في ان انا اعمل بريدكشن، اعمل تنبؤ، اقول لك اللي هيذاكر كام ساعه هيجيب كام. اول على فكره العكس، اقول لك مثلا واحد حصل على 90%، تفتكر ده كان ذاكر كام؟ هي هي اعكس المعادله، تعوض بالواي فتجيب الاكس، هي هي. ممكن اجيبها لك بالعكس، شغل الماس بتاع ثانوي يعني. طيب ففي عندي حاله خاصه في الخط المستقيم ده، لما الاكس دي ما تبقاش عدد ساعات، لما تبقى وقت. ده بنسميه تايم سيريز اناليسيس. تايم سيريز اناليسيس يعني ايه؟ يعني مثلا اول امبارح انت لو انت بتشتغل كسبت انت كذا، امبارح انت كسبت كذا، النهارده كسبت كذا، تقدر تقول لي متوقع بكره تكسب كام؟ صح؟ فلما سؤال اللي انا بساله يبقى وقت، يبقى عن التايم، يبقى عن الزمن، ده بنسميه تايم سيريز اناليسيس. هو ريجريشن في الاخر، هو ريجريشن بس بيتم معاه التعامل معاه يمكن بشكل اعقد شويه واصعب شويه ومختلف شويه، ده بنسميه تايم سيريز اناليسيس. هو في الاخر ريجريشن برضه. ليه؟ لان انت هديك اكس هتجيب لي الواي. طيب لو بصيت على البيانات دي، انا مديك كل شهر المبيعات بتاعت شركه معينه بالمليون، في الشهر ده كان كذا، الشهر اللي بعديه كذا، الشهر اللي بعديه كذا، الشهر ده 2014 2015 وهكذا، شويه بيانات. فصعوبة الموضوع فانا هخلي 2016 اكسل 2016 يساعدني. فانا عايز اوريك تجيبها منين، ازاي تحلها على طول باكسل 2016 بدل ما نقعد نحسب. يعني 2013 ما فيهوش الميزه دي. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه اعلم على البيانات بتاعتك كلها،
بعدين تروح للديتا. وبص هتلاقي هنا في حاجة في الديتا اسمها الفوركاست. في حاجتين، في واحدة منهم يمكن نشوفها المرة الجاية احتمال، وجنبيها دي الحتة اللي أنا عايزها النهاردة اللي هي الفوركاست شيت. ده اللي يهمني بقى، الفوركاست شيت ده نشوف إن شاء الله المرة الجاية. خلينا في الفوركاست شيت دلوقتي. بص على طول على طول، بص بقى الأزرق ده هي البيانات اللي أنت مديها له، ادي شهر 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 والمبيعات هي عامله ازاي، فتقدر تشوف كل شهر المبيعات كانت عامله ازاي. الداتا خلصت هنا. بص بقى ايه اللي حصل بعد كده. الاكسل بيتنبأ ان المبيعات هتقعد تزيد شيء شويه بشكل عالي، بعدين هتزيد بعد كده بس بشكل ايه، بالريتم بتاعها هيبقى بطيء قوي بعد كده. خلاص ده الاكسل بيقوله لي. وهنا بقى الداتا دي مش صح، يعني انت لو وقفت عند كده الحقيقه ان الموديل بتاعك او النموذج اللي بيتنبأ مش هيبقى مظبوط. ليه؟ عشان ده تايم سيريز اناليسيس. فالتايم سيريز اناليسيس فيه بعض المشاكل اللي لازم ان هي تتعالج الاول قبل ما تعتمد على النموذج بتاعك. خلاص؟ فاول ما يطلع لك هنا ما تاخدش على طول، بنفتح دايما الاوبشنز ونبتدي نظبط شويه حاجات. اول حاجه عايز اظبطها، طيب هو هنا لو تلاحظ هو تنبأ بحوالي كام شهر قدام بس. طب لو انا عايز اتنبأ مش لغايه مارس 2016، عايز اتنبأ لغايه 2017، دي اسهل واحده. هتيجي هنا من الفوركاست اند وتيجي تزود لغايه 2017 اهي، تختار لغايه الحد اللي انت عايزه فيزود لك، يقعد يتنبأ لك قدام زي ما انت عايز. طبعا كل ما تتنبأ اكتر كل ما معدل الدقه في الزمن البعيد بيقل، يعني اكيد هنا الدقه بتاعت الموديل هتبقى اعلى كتير من هنا، اعلى كتير من هنا، اعلى كتير من هنا. ده منطقي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في هنا حاجه غريبه لو تاخد بالك منها. الداتا المبيعات عماله تزيد وتقل، تزيد وتقل، تزيد وتقل على مدار كل سنه. ليه؟ لان بقى في سيزوناليتي. الله اعلم دي مبيعات ايه، ممكن تكون مبيعات نظارات شمسيه مثلا، فالنظارات الشمسيه هتزيد في كل صيف. ده اللي بنسميه سيزوناليتي. سيزوناليتي يعني ايه؟ يعني في كل وقت في السنه هتلاقي المبيعات او هتلاقي في ظاهره معينه بتتاثر جامد فبتاثر على الارقام بتاعتها. لذلك خلي بالك الداتا عماله تزيد في اوقات معينه في كل سنه، بينما هو لما جه تنبأ ما عملش كده، فده غلط. انا عايز ياخد السيزوناليتي في الاعتبار. السيزوناليتي يعني ياخد قد ايه الدنيا عماله تتغير، كل الفلكتويشن بتاع كل سنه دي تتاثر معايا هنا. فعلشان اعمل كده محتاج ان انا افتح الاوبشنز، اضغط على الاوبشنز. الكلام ده مهم عشان هتعمله عندك في البيت، انا مش عارف اعمله عندي عشان 2013. لما تعمل هنا تيجي عندك، بص بقى ده هنا السيزوناليتي اهي، بدل ما يخليها اوتوماتيك فهو ما عرفش، عجز ان هو يعملها لوحده، فتقول له مانيوال وتدي له عدد الشهور اللي في السنه، السنه فيها كم شهر؟ 12، فتكتب 12. ده النظام بتاعنا. فتقول له انا عايزها مانيوال، الداتا دي هتتكرر كل كام نقطه؟ النقطه عندي بالشهر، فالداتا دي عماله تتكرر كل 12 نقطه، كل 12 شهر. فتكتب هنا تختار ان يبقى في 12. اول ما تعمل كده تخليها 12 هتلاقي الداتا فعلا بتطلع وبتنزل، تطلع وتنزل زي ما هنا كانت بتطلع وتنزل. الخط ده انتهت فيه البيانات بتاعتي وابتدى فيه التنبؤ او البريدكشن بتاعي. حاجه مختلفه خالص عن، يعني مختلفه شويه عن الفوركاست العادي اللي احنا كنا عاملينه، او عن البريدكشن العادي، او عن الريجريشن العادي اللي احنا كنا عاملينه في بدايه المحاضره. طيب في حاجه بقى ناقصه. الخط ده انا فاهمه، ده اللي انت بتتنبأ بيه صح، ايه بقى اللي فوق وايه اللي تحت؟ مفيش فاهم. اقول لك الموديل اللي انت بتعمله، سواء هتعمله في الاكسل او هتعمله في اي حاجه في الدنيا، اي برنامج تاني، ده مش مرفوع عنه الحجاب، يعني ده مش نبي، يعني لا مش مطلع على الغيب، هو مجرد رقم متوقع. يعني مثلا بيتوقع ان انت مبيعاتك مثلا هتبقى 300 بنسبه. بقى النقطه اللي فاضله، انت قد ايه انت واثق من الدرجه دي؟
يعني مثلا في النموذج الاولاني انا قلت لك اللي هيذاكر 50 ساعه متوقع ان هو مثلا يحصل على 65. مهم جدا تقول لي بنسبه ثقه كام، انت واثق كام في الميه في الدرجه دي؟ طيب هو اكيد مش واثق بنسبه 100%، هو واثق بنسبه 95% ان هتبقى الدرجه بالظبط دي. لا في الرينج ده، وده درس عظيم مستفاد النهارده. لما يجي حد يقول لك توقع ما تديش رقم، ادي مدى، ادي رينج. يعني لما اجي اقول لك انت متوقع تجيب كام في المتر، المتر من 20، ما تقوليش 14. الصح انك تقول لي اتوقع مثلا من 12 ل 16، غير ما تقول على طول 14، مع ان الافرج بتاعهم بتاع الرينج ده فعلا هو كام؟ 14. لكن الصح انك تقول مدى، تقول انا متوقع بنسبه 95% ان الدرجه بتاعتي مش هتقل عن 14 ومش هتزيد عن 16. فطبعا لما تاخد المتوسط يبقى ال 14 هي النقطه دي. فالصح انك تتعامل مع رينج، مع مدى. فايه دي الفكره كلها؟ التايم سيريز اناليسيس انت مش بتحسب ازاي او بتاع، مش عليك، مش هديهولك. كل موضوع ان انت تعرف ترسم الرسمه دي ازاي، تعرف ازاي ان انت تكبر الرينج بتاع البريدكشن او تصغره، تعرف ازاي تتحكم في السيزوناليتي زي ما انا عملت، وتعرف ان ده ان انت عندك حاجه اسمها فتره الثقه. طيب وان انت ممكن تزود فتره الثقه او تقللها. يعني انت مش عايز تكون واثق بنسبه 95%، انا عايز اكون واثق بنسبه 99% من هنا عشان اكون واثق بنسبه 99%. انت بتقول لي مثلا انا واثق بنسبه 95% ان الدرجه بتاعتي ما بين 12 و16. طب لو انا عايزك تكون واثق بنسبه 99% هتكبر الرينج. فانا واثق بنسبه مثلا 100%، عارف 100% يعني ايه؟ انا 100% هجيب درجه من 0 ل 20. لو انت حسبتها هتلاقي كلامي منطقي. فانت كل ما عايز تزود الثقه، فانت مجبر ان انت تزود الرينج. كل ما انت عايز، انت واخد بالك، كل ما بتزود الثقه بتكبر الرينج، خلاص. لكن لما جيت قلت لي انا هجيب 14، معنى كده انت موثق بنسبه 50% بس، لان انت ما فيش مدى اصلا عندك. تاني انت واثق بنسبه كام في الميه ان الدرجه بتاعتك هتبقى من 0 ل 20؟ 100%. طول ما انت عمال تصغر الرينج، عمال تصغر الرينج ده، فالكونفيدنس انترفال هيقل، نسبه الثقه كمان هتقل. كل ما يعني ارجو ان هي تكون دي مفهومه شويه. تاني الصح ان انت ما تقولش رقم، الصح انك تقول مدى، مجال معين للدرجه او للتنبؤ بتاعك. احنا بتعمل بريدكشن، بتتنبأ. انت مش مطلوب منك غير ان انت تضغط هنا وبعدين تضغط على الفوركاست شيت يطلع لك ده، تظبط السيزوناليتي وتظبط الكونفيدنس انترفال المطلوبه منك وخلاص على كده، وتقول له في الاخر اضغط كرييت. لو ضغطت زرار كرييت هعدي بس عشان هو يعمل. او هتعمل كرييت هيديك الايه؟ الرسمه هيدخلها لك عندك. وهيرسم لك الايه؟ هيرسم لك الجدول ده. ايه الجدول ده؟ بص اهو. هنا الدرجات بتاعتي او الداتا بتاعتي خلصت. راح حاطط لي بقى الداتا اللي هو بيتنبأ بيها. يعني دي الداتا الفعليه ودي الداتا اللي بيتنبأ فيها، ورسم لك دي ودي في نفس الايه؟ في نفس الشورت هنا. بس كده. ده المطلوب منك. طيب تعالى نرجع نقفل بقى الفيديو ده. وتعالى نرجع للتايم سيريز اناليسيس. التايم سيريز اناليسيس الصحيح هو اللي احنا شرحناه ده يا جماعه. طيب زمان ما كانش الكلام ده موجود في الاكسل، فكنا بنضطر نعمل حاجه بسيطه. يعني بدل ما اعمله بشكل صحيح كنت اعمل حاجه بقى بسيطه، حاجه كده بيجي كده كروكي تديك درجه تقريبيه للبريدكشن ده، مش مظبوطه قوي بس تمشي الحال. ودي اللي ممكن تعملها حتى بايديك، حتى اللي انت مش عندك اكسل ولا حاجه. فتعال نقول انت عندك مجموعه من الشهور وبالمليون مثلا، دي المبيعات بتاعتك 39 40 مش عارف ايه. عايز اعرف المتوقع ان في الشهر الثامن هاخد كام. فكنا زمان
قبل ما نستخدم بقى التايم سيريز اناليسيس وكده، كنا بنعمل حاجه الافريج او بنسميه الثري موفينج افريج. يعني ايه ثري موفينج افريج؟ يعني الرقم اللي هنا هتوقعه بناء على الثلاث ارقام اللي قبليه. تعال شوفها. يعني اقول لك حاجه، مش الشهر الاولاني والثاني والثالث دي عندي، الشهر الرابع انا عارف ان هو 45، بس لو انا حبيت ان انا اتنبأ بالرقم ده بناء على الثلاثه اللي قبليه، ما انا عايز اتنبأ بناء على 3 موفينج افريج، هعمل ايه؟ هجيب الافريج للثلاثه واحطهم هنا، او افريج للثلاثه دول. طيب وهنا النقطه دي هجيب الافريج للثلاثه اللي قبليه. طب وهنا تعالى كده، يعني بص هنعملها بايدينا يا سيدي، هنعملها تاني مش مشكله. هنا هقول انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيب الافريج للثلاثه الثلاث نقط اللي قبليه اهو، واروح قافل كده واعمل انتر. عايز اكمل هنا وهنا 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 وهنا. دي انا ما اعرفش فعليا هاخد كام، بس انا متوقع بناء على الثلاث ارقام دول ان انا هبقى كام؟ ان انا هبقى 40. هي دي الفكره، انا متوقع ان انا هبقى كام؟ متوقع ان هنا ده 40. هي دي الفكره ببساطه. خلاص، فده فكره الموفينج افريج، لا تايم بقى سيريز اناليسيس حقيقه ولا حاجه، بس لما تتزني خالص انت ممكن تحسب النقطه الجديده بناء على الافريج بتاع اخر ثلاث ارقام. اي بس حتى ايه، لا الماد ولا الميد مش هشرح لك الكلام ده، كفايه عليك كده، كفايه عليك كده. يبقى 3 موفينج افريج معناها ايه؟ ان انت لو انت ما عندكش تايم سيريز اناليسيس، التول بتاعتك مش موجوده زي في الحاله اللي عندي، ما عنديش انا 2016، فانا ممكن اتنبأ بالدرجه دي بناء على المتوسط بتاع اخر ثلاث نقط وخلاص على كده، وخلاص على كده. طيب انا اقفل بعدين افتح بقى الحوار للي عايز يسال او كده. في نقطه ظريفه، طبعا انت مش محصور ومش محكوم بس بالاكسل، يعني فعليا بقى في المجال بتاعنا احنا مبرمجين، فاللي هيشتغل هيشتغل برمجه الحاجات دي. فانا حابب ان انا افرجك، معرفش بقى حابب ان انا افرجك الكلام ده بقى يتبرمج ازاي. انت شفته في الاكسل كيوزر عادي، يوزر عادي بس فاهم في الداتا ساينس. طب بقى لو راجل بروجرامر شغال في داتا ساينس هيشغل حاجات يمكن اقوى من الاكسل. على فكره دي نفس الارقام، بص على الاكس والواي دي، فاكر الجدول بتاع الاكس والواي اللي هو عدد ساعات المذاكره والدرجه؟ هو نفس الجدول الاكس والواي ده. انا شغال هنا بلغه برمجه يا جماعه اسمها بايثون، لغه برمجه اسمها بايثون. الرابط ده هتلاقيه موجود عندك في الفولدر على فكره عشان تدخل تتفرج عليه. انت عندك هتيجي لما تفتح الرابط تقول له فايل، وهتقول له انا عايز اعمل سيف ا كوبي، اعمل لي كوبي عندي. طبعا انا داخل بالجيميل، فانت اعمل اكونت جيميل وادخل على الرابط وسيف ا كوبي علشان تقدر ترن الكود ده وتشغل وتجرب وكده يعني. طيب انت في السي شارب خدت حاجه اسمها امبورت، لما يكون عندك مكتبه او اكواد في الدوت نت عايز تستخدمها بتعمل امبورت، صح؟ حد ياكل عليا المعلومه، خدتوا الامبورت ولا لا؟ حد ياكد لي؟ لا. ايش يا استاذ؟ امبورت في السي شارب لسه ما خدناه يا استاذ. لا لسه. جماعه هو انت ممكن يبقى في اي فايل في السي شارب في اول سطر فيه ما فيش امبورت؟ الميثود اليوزنج. ايوه اليوزنج، زي اليوزنج بالظبط. الامبورت هي اليوزنج، اليوزنج في السي شارب هي هي ان انت عندك مكتبات عايز تستخدمها من الدوت نت، هي نفس الفكره في بايثون، نفس الفكره. عندي شويه مكتبات عايز انا استخدمها، فانا عايز استخدم مكتبه تتعامل مع الارقام، مكتبه بتتعامل مع الرسوم عشان اعرف ارسم، ومكتبه اللي هتعمل اللينير ايه؟ اللي هتعمل لينير ريجريشن، هتعمل الريجريشن بتاعي، مكتبه اسمها السيركت ليرن يعني. المهم استخدمت الحاجات اللي انا عايزها. في الاخر هديله الاكس والواي، دي البيانات بتاعت الاكس والواي. فقلت له هنا اعمل لي سكاتر بلوت
وارسمها لي اهي اترسمت. جميل. بعدين قلت له احسب لي الكوريليشن ما بين الاكس والواي. لما تحسب الكوريليشن المفروض يطلع ايه؟ اللي هو 8 ومش عارف ايه، صح؟ قلت له احسب لي الكوريليشن، فين الحسبه دي اهي. بعدين هيطلع لك الايه؟ هيطلع لك فاكر السكوير اللي طلع لي؟ عشان تعرف انا بتكلم، دي هطلعها لايه؟ دي هطلعها للمثال ده، النتيجه دي. ده. هيديني ده. فانا عايز اتحصل على الرقم ده من الجدول. انت مش مطالب تكتب الكلام ده، مطالب تفهمه كده فهم عام. ان السطر ده اللي هو المسؤول عن كذا. لكن انت مش مطالب يعني لما اجي مثلا اقول لك السطر ده بيعمل ايه؟ تقول ده بيعمل كوريليشن، السطر ده بيعمل ايه؟ ده بيرسم. فمن الفكره ده المطلوب يعني. السطر ده بيعمل ايه؟ ده بيطبع، ده المطلوب. او بقول لك فين هنا السطر بيعمل كده، فتروح عامل لي كوبي بيست للسطر ده او للسطر ده او للسطر ده كده يعني. لكن مش تكتب من دماغك يعني، هو انت كود معين عايزك بس تفهم بشكل عام ده بيعمل ايه. فده السطر اللي بيرسم، ده السطر اللي بيحسب الكوريليشن، فيديك المربع اللي هو الاربع ارقام. انا مش عايز المربع اللي فيه واحد، انا عايز المربع اللي فيه اللي هو 87%، هو ده اللي هو 01 01 اللي هو ده 0. فين 0؟ ادي ال 0، ادي يعني ادي ال 0 وادي الواحد. فانا ده ال 0 يعني 0 وروح للي بعدين، او العكس هو عامل 0 1 فيبقى 0 1 هو ده. فهيجي الخليه دي، ده الخليه رقم 0 1، بس هو الجدول عنده مقلوب يعني. ماشي خلاص. فالرقم هنا هيحصل على الرقم ده، الرقم نفسه موجود هنا. طبعا انا ممكن كنت اطبعه يعني، لو انا عايز ممكن اطبع زي ما انا طبعت الار سكوير. انا ممكن اجي هنا واطبع الكوريليشن ما بين الاكس والواي واحطه هنا واجي اروح منفذ. هو كده بيحسب. انا بستخدم تول يا جماعه اسمها الكولاب ريسيرش، دي من جوجل، بتمكني ان انا اشغل بايثون على الانترنت. اهي بص اهو نفس الرقم، نفس الرقم. يبقى انا حسبت، عملت سكاتر بلوت وحسبت الكوريليشن وعرضت الكوريليشن. طيب عايز اجيب الار سكوير، اضرب الكوريليشن في نفسه. خليكم معايا يا جماعه ثانيه واحده. السلام عليكم استاذ علي، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك كويس؟ فعلا ما بشوفش حضرتك خالص، حرك عليك. ربنا يبارك فيك ويعطيك الصحة. يعني ايه بيانات حق؟ السيكول سيرفر قصدك؟ انت عايز اي نسخة؟ نسخة الفري؟ دي كوميونتي اديشن. هتكتب على الانترنت انا عايز مايكروسوفت سيكوال سيرفر بعدين 2017. ليه ده مش الجديد؟ 2019 بقى. وداتابيز 2017. ايه الداتا بيس اسمها ايه؟ في واحده نورث ويند، في عايز قاعده بيانات نفسها، في قاعده بيانات اسمها نورث ويند، وفي قاعده بيانات ادفنشر ووركس. دي انت بتتكلم على السامبل داتا بيس بقى، ما بتتكلمش على الدي بي ماس. في اثنين سامبلز مشهورين قوي، في ناس بتشتغل بالنورث ويند وفي ناس بتشتغل بالادفنشر ووركس. هتلاقيهم موقع اسمه كود بلكس. لا مش مربوط، ده لازم تنزلها انت. كان زمان بينزل مع سيكوال سيرفر، يعني سيكوال سيرفر ينزل كان بينزل مع السامبل داتا بيزز كان زمان. بعد كده قال لك لا، ما هو رموه على كود بلكس وقال لك اللي عايز ينزلها.
واحيانا تدخل على كودبليكس هتلاقيه موجود على الجيت هاب، يعني انت هتلاقيه في موقعين في السامبل دي، هتلاقي يا اما هتلاقيه على كودبليكس وهتلاقي على النت هاب الجيت هاب هتلاقي عليه دي ودي. فانت احتياطا نازل تو سامبلز، فنازل النورث ويند ونازل ادفنشر وركس، نازل الاثنين من تحت امرك. اوكي معلش الشباب، اوكي ارجو ان يكونوا لسه معايا. طيب المهم، فالمهم انا جبت الكورليشن، فده الكورليشن جبته ورحت عملته طباعه، ده لغه البايثون يا جماعه، لغه في غايه الخطوره. يا ريت انت في السمر هتاخد سمر كورس في البايثون، هيفيدك جامد جدا يعني، في السي في كمان هيبقى تقيل قوي. فرحت مربعه وضربه في نفسه، جبت الار سكوير طبعته طلع 77%، هي الاكسل يا جماعه، بس المره دي اوامر بقى. المهم علشان المكتبه اللي بتحسب الرينال ريجريشن بتاخد الداتا بتاعتها بشكل مختلف، فاضطريت ان انا العب شويه في الاكس والواي، نفس الاكس والواي بس لعبت فيهم شويه. طب مش مطالب تعرف اللعب اللي انا عملته ليه، انا عايزك تفهم الكود بشكل عام. هنا دي المعادله اللي بتعمل لي الموديل، اللي بترسم لي الخط المستقيم في دماغها، يعني فاكر الخط المستقيم بتاع الاكسل ده، المعادله الخط المستقيم ده اللي الحسبه بتاعتها موجوده هنا، الموديل بيتبني اهو بناء على الايه تريننج، ان هو هيبتدي يتعلم الاكس الواي اللي انا مديهم له. خلاص بس كده. بعد كده ممكن بما ان خلاص رسمت الخط المستقيم، انا ممكن اقول له ارسم لي الاي والبي، خط اي خط مستقيم ليه اي والبي او الانترسبت والسلوب اهو، ادي الانترسبت اهو، وممكن تشيل وتحط السلوب او الكوفيشنت، هو اسمه هنا كوفيشنت، فيديك الاكس والواي. المفروض هي بص 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 نفس الارقام، ما التول مش هتفرق. الفرق ان هناك فيجوال عمال تعمل دراج ودروب، وهنا انت عمال تعمل اكواد تكتب كود علشان يطلع لك ده وده. بعد كده بقى افترض، فاكر لما انا اديته اكسات جديده عشان يحسب لي الوقت الجديده، فقلت له طيب انت خلاص يا بايثون اتعلمت خلاص، طب انا عندي مجموعه طلبه، واحد منهم ذاكر 10 ساعات، واحد شغل 20 30 70، تقدر تقول لي المتوقع ان هم يجيبوا درجات كام؟ قال لي اه. فدي معناها ايه؟ اللي ذاكر 10 ساعات متوقع ان هو يجيب 25، اللي ذاكر 20 ساعه متوقع يجيب 35، اللي ذاكر 30 ساعه متوقع يجيب 45، اللي ذاكر 70 ساعه متوقع يجيب كام؟ 84. هي والكود ده ما بتحفظش، سواء هو كود معروف تعمله كوبي بيست وبتغير، اللي فاهم بقى يغير. يعني انت لو اديتك بيانات ثانيه هتشيل البيانات القديمه وتحط البيانات دي، لو قلت لك جرب على البيانات الجديده الفلانيه هتشيل البيانات دي وتحط البيانات دي. انا عايز واحد فاهم، بس احنا عايزين واحد فاهم يا جماعه، انا مش مطالب انك تكتب الكود ده. قلت لك السطر ده بيعمل ايه؟ قلت لك فين السطر اللي بيعمل الريجريشن؟ اهو اهو، شاور عليه في الكود اهو، او اعمله كوبي بيست من هنا وحطه في الايه في ورقه الاسئله، هتكوبي من هنا وتبيست. افهم افهم نصيحتي، افهم. لو انت حفظت هتبقى وضع هيبقى صعب جدا الحقيقه. افهم، اللي فاهم الدنيا بتاعته تبقى سهله. خلاص انا كده خلصت، خلصت المحاضره على فكره. انا محتاج اشوف اسئلكم ونقعد نتكلم ندردش يعني. انا عارف ان المحاضره يعني جديده، حاجه الجو ده جديد عليكم، انا عارف ومقدر يعني جديد عليكم ومقدر، بس يعني حاول تغير اتيتيود بتاع ثانوي خالص. انت دلوقتي في حاجه تانية، في مجال تاني، في جو تاني، فحاول ان انت تفهم وحاول ان انت تستمتع بيه. طيب اسئله، اقفل بقى اسئله، اسال وما تكسفش، اسال، نقعد ندردش، ندردش معانا وقت ادي كده. أسئلة؟ أصل أنت لو ما سألتش أنت أسأل أنا. أسئلة؟ آخر فرصة قبل ما نسأل. شباب
تفضل. طبعا سؤال عن الاختبار، الاكسل كم سؤال في الاختبار؟ اصعب شيء، اصعب شيء اصعب شيء الاكسل. الموضوع مش كام سؤال، الموضوع عليه ويت قد ايه. فانا ممكن اديك عليه سؤال او اتنين بس يبقى نص الامتحان. ليه؟ لان انا بعمل حسابي في كل سؤال هياخد معاك قد ايه. في اسئله المفروض اللي انا متوقع ما تاخدش معاك اكتر من 10 ثواني، وفي سؤال متوقع ياخد منك ربع ساعه. حرام ان انا اخر درجتين دول زي بعض. فانا ممكن مثلا اخلي الاكسل كله على بعضه عليه سؤالين مثلا، بس علشان هتقعد فيهم وقت طويل فممكن اديهم درجه عاليه، ممكن اديهم 7 درجات مثلا ولا حاجه. بينما مثلا لو بتكلمك في حاجه تانية، حاجه عبيطه مثلا، دي معناها ايه؟ فممكن اديك عليها نص درجه. فاهم الفكره؟ فهي مش بالعدد قد ما هي بالوزن النسبي للسؤال. اسألوا يا جماعة، اسألوا ما تكسفوش، اسأل ما تكسف، اسأل. أسأل أنا. حسين طريدي. انا اخد ناس مميزه. حسين طريدي افتح المايك كلمني. حسين موجود ولا مش موجود؟ اخد الغياب بقى كده، بقى اخد الغياب دام احنا فينا من الحركات دي. اخد الغياب. احمد عامر موجود؟ احمد عامر مش موجود. ماشي. حسين طريدي مش موجود ما شاء الله. حسين مجدي مش موجود اصلا. حسين الشعلة. اوكي. حلان العتيبي. احمد فجأة دخل. حلان العتيبي مش موجود. حسام طيب. خالد موجود. سجاد موجود. ماشي. عاصم ماشي. عبد العزيز الشمري كده كده مش موجود اصلا. عبد العزيز ب50. عبد العزيز ب50 مش موجود. ها ماشي. عبد العزيز الوادعي. عبد العزيز مسفر. ماشي. علي الهزاع. عمر. عمر. قاسم. مصطفى أبو السعود. مصطفى العبيدي. معتز. ماشي يا فندم، هصدقك. منتظر طبعا. كسام طيب. ناجي. نواف. هاشم مش موجود. هشام. ياسر موجود. يوسف موجود يا أستاذ، موجود. حسين الطريدي محفوظ. حسين.
افتح المايك ولا عندك مشكلة؟ يس. طيب قول لي بقى كده، شايف شاشتي صح؟ السطر ده بيعمل ايه؟ كده واحد واحد كده، هذا يحسب الكورليشن. ممتاز شكرا. غياب وده الدرجة. احمد عامر، احمد عامر افتح المايك، عندك مايك احمد عامر انكتف. ماشي. الشعلة حسين، الشعلة حسين، الشعلة افتح المايك بتاعك يا حسين. ده بيعمل ايه السطر ده؟ بيعمل ايه؟ لا تكتب لا تقول. سمعني شعلة حسين، شعلة سمعني؟ يعني لا انتوا شايفين ولا انتوا سامعين ولا انتوا حاضرين، وحاجة صعبة. Teacher, I think he has a bad connection. أيوة، so ممكن he has bad connection from the first door to the lecture. Then he got nothing out of that. This is a catastrophic situation. الحل ايه دلوقتي في الباد كونكشن دي؟ طيب سجاد، فين سجاد؟ سجاد افتح المايك. ايوه استاذ. بس المثال ده بص انا عملت هنا، كان عندي الواي ده الاكشوال، ده الحقيقي، وده اللي انا توقعته، معنى كده ان في ايرور حصل صح. بس لما جيت انا احسب، انا حسبت بحاجه اسمها الترند فانكشن. لما جيت حسبتها استخدمت ترند فانكشن على كل الخلايا دي مره واحده. ازاي؟ ايه الحاجه اللي انا اضغط عليها كيبورد عشان يقدر يحسب لي كل دول مره واحده؟ كنترول شيفت انتر. برافو عليك شكرا. انا احب من الاخر لما اسال حد اديني الاجابه من الاخر لو سمحت، عشان تخلص واخلص انا كمان. عمر، عمر، عمر موجود؟ اه موجود. ازيك يا عمر عامل ايه؟ الحمد لله يا عمر. طيب يا عمر اقول لك حاجه، ايه الفرق بين دول ودول؟ ده هنعلم لك كده عليه، احمر واحمر. ايه ده؟ ايه ده وايه ده؟ هذا المعلومات وذاك المعلومات المتوقعة. ده ايه؟ هذا الداتا، هذا اكسبكتد داتا. ده يعني ده داتا ولا اكسبكتد؟ داتا. ده الداتا وده اكسبكتد.
هو الحقيقة ان ده expected وده expected، بس صح يا عمر. الداتا يا عمر هي دي، دي الداتا. طيب مصطفى العبيدي، مصطفى العبيدي افتح المايك. شغال المايك عندك؟ لا يا شباب. طيب يعني ايه 3 moving average؟ ده سؤال سهل. لا والله، يعني ايه 3 moving average؟ اقفل 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 الموبايل. يعني ايه 3 moving average؟ وانت تركز ازاي وانت عندك موسيقى حصباله دي؟ هتركز ازاي في المحاضره؟ قول لي يعني ايه 3 moving average؟ مصطفى العبادي، مصطفى خلاص. تعرف عارف ولا مش عارف يعني 3 moving average؟ عارف؟ شكرا. لا. قاسم، يا قاسم افتح المايك. طيب ممكن تشرح لي الجراف ده؟ قاسم سمعني؟ سمعني؟ سمعني ولا مش سمعني؟ الصوت مو واضح. طب أنا مش سامعك، أنا مش سامعك، في عندك حاجة مشكلة عندك؟ شوف حد تاني يكون عنده صوت أحسن شوية. نشوف يوسف. يوسف يا يوسف، أيوه الصديق. طيب اشرح لي الجراف ده لو سمحت. هذا الجراف يتكلم عن الحالة الاقتصادية للجريك حلو خلال 2005 ل 2011. نيل اكمل يا بني. يعني عايز اوصل ايه للجراف؟ انا ايه علاقتي انا بالجريك؟ اكيد انا كنت عايز اوصل لحاجه، يعني انا كنت عايز اوصل لايه من الجراف ده؟ توصل لحل مشكلة. يا نهار ابيض، قارن. ايوه والله جامدة جدا. يعني احنا النهارده توصلنا لحل مشكلة الجريك في الاقتصاد. يا نهار ابيض. ايه؟ الله يسعدني يوسف. هشام، افتح المايك. افتح المايك يا هشام، عايز اسمع صوتك. سامعني؟ ايه الفرق بين الار والار سكوير؟ آه
الميل، قيمة الميل. قيمة الميل، لا قيمة الميل هو البي. ما تغششوش يا ابني، ما تغششوش يا ابني. مين هيغششك في المتر؟ مين هيغششك في المتر؟ حدش غششك. ما حدا غششني. ما حدا غششني. تاني فكرني كده يا هشام، ايه اهم حاجة عندنا في التخصص؟ سيب بقى من المحاضرة، ايه الجناحين بتوعك؟ ايه الجناحين اللي هتعتمد عليهم؟ ايه وايه؟ الفهم، انك تفهم. الفهم احنا بنعتمد على حاجتين، الفهم والممارسة. لو انت مش شايف المحاضرة كارثة، لو انت مش بتمارس المحاضرة بعد ما تخلص كارثة. لو سمحت كل الناس اللي ما عرفتش تجاوب النهاردة، الفيديو مهم، الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي تشوفها مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما تفهمها. عندك مشكلة تواصل معايا بالميل، تواصل معايا قول لي دي يا دكتور دي ايه دي ايه. محتاجين نفكر بطريقة مختلفة، كل واحد يفكر في مستقبله بصورة مختلفة. نجرب اثنين كمان كده. حتى اسال مين عنده سؤال، ولا حد، ولا حد سال، سبحان الله. عاصم، يا عاصم يا عاصم، خلع خلاص عاصم. ناجي معايا، ناجي حلان، حلان العتيبي، حلان العتيبي، مش موجود. علي الهزاع موجود، ده علي الهزاع، علي الهزاع. سلام، ازيك يا علي، عامل ايه، اخبارك؟ الحمد لله بخير، اخبارك انت؟ الحمد لله، طول ما انت كويس انا كويس. طب يا علي، حبيبي، تقدر تقول لي الخط ده رسمناه ازاي في الاكسل؟ وات دقيقه بس، فهمت. اوكي، الخط ده والله مش فاهم ايه. بالرسم ده من ارتفاع دي المتوسط. لا، رسمناه ازاي؟ يعني ازاي في الاكسل ترسمه الخط ده؟ مش عارف. شكرا يا علي. يا جماعه صدقوني، الميدترم كده غير مطمئن، الميدترم وضعك غير امن وغير مطمئن. انا اخشى ان يكون ده حالك في كل المواد، هتبقى كارثة، هتبقى كارثة. اقدر اجاوب؟ اجاوب يا حسين. روح انسرت، انسرت، بعدين في ايقونة عند التشارت،
تحت ايوه هذه اضغط عليها على السهم فيعمل لك الاختيار بعد ما عملت تختار اي سكاتر يب ماشي ده هنا لكن الخط بقى نفسه منين الخط 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 ده من هنا من السهم ده بعدين ترند لاين ده اللي انا قلته ترند لاين مش عارف انا غير مطمئن الحقيقه للي بيحصل ده معرفش بقى معرفش وضعكم عامل ايه في بقيه المواد بس انا ما اعتقدش ان هو احسن يعني التخصص يا جماعه التخصص ده تخصص شديد يعني مش تخصص عادي وعايز اللي هنا يكون حبه وعايز يكون واحد مجتهد واحد بيمارس واحد بيحاول يشغل دماغه ده التخصص بتاعنا عشان تعرف تمشي فيه خاصة ان الترمات الجاية اصعب الدنيا واضحة يعني مش عايز احبطكم بس انا يعني حاسس في خط في مشكلة ما ده اللي انا اقدر اقوله في مشكلة ما هل بقى عدم مذاكرة هل اونلاين هل النتورك ضعيف عندك هل محتاج تشوف الحاجة أكتر من مرة أكتر من كده هل أنت بتلعب بزيادة عن اللزوم أنا ما مش عارف بس اللي أنا شايفه النتيجة المحصلة النهائية إن الوضع غير مطمئن عشان أكون بس واضح في كم واحد طبعا المعتاد أكيد في كم واحد طبعا ممتاز يعني لكن بشكل عام أخشى إن يبقى فيه رسوب أخشى إن يبقى فيه رسوب أو استبعاد من البرامج أو بتاع يعني خاصة لو انت مش عايز كده يعني خاصة لو انت فعلا حابب البرنامج وبتاع ابذل بقى مجهود على الاقل علشان انطباع الاساتذة عنك يبقى احسن من كده في المترم اللي جاي ده هيبقى فاصل هي كل حاجة هتبان درجتك قدام الاساتذة في كل المواد هتبان فهيبان هيبان مين هيكمل ومين بقى من احسن له ما يكملش يعني فمش عارف شدوا حيلكم شوية انت مش في ثانوي انا مش بديك كلمتين وهتقولهم لي في المترم انا عايز واحد قدامي بيفكر انت واحد المفروض هتطلع تبرمج ايا كان تتبرمج بقى تبرمج صاروخ تبرمج محل بقاله في الاخر انت بتبرمج هي مبادئ عامه بتستخدمها انا معاك نصيحتي الأزلية من ساعة ما ابتدينا المحاضرة تتشاف 3 مرات وبعدين مش بتفرجش حتى على فيلم انت بتشوف الحتة بتوقف بتعملها توقف وتعملها بإيديك توقف تعملها بإيديك وراجع على كل المحاضرات السابقة لو سمحت قبل المترم علشان ما تزعلش في المترم راجع على المحاضرات وتأكد ان انت فاهم خاصة الأجزاء اللي فيها حسابات شدوا حيلكم يا جماعة شوية شدوا حيلكم يا أولاد شوية عشان تفرح بنفسك وأهلك يفرحوا بيك أقول لك أكتر من كده إحنا نفرح بيكم الواحد بيحس إن مجهوده لما مجهوده يعني بيشوف البذرة اللي حطها وطلعت ونمت وطلعت بيبقى واحد سعيد أبقى سعيد لما في واحد أو اتنين أو تلاتة بقوم حاجة شدوا حيلكم شوية لو أنت محبتش نفسك مين هيحبك لو انت ما خفتش على مستقبلك مين هيخاف طيب انا ممكن اديكوا ناخد هوم ورك ايه بقى المره دي انا مش عارف حاجه بسيطه تعال ناخد حاجة بسيطة يعني عشان تشغل ايديك شوية لو انت رحت في regression manual هنا في regression manual هنا اوكي هتصور يفترض ان الفيديو بيتسجل انا هغير لك هنا في الدرجات يعني هنا كانت 20 انا هخلي دي مثلا 23 هخلي دي 4 1
اخلي دي 60، اخلي دي 20، اخلي دي 40، اخلي دي 4 4، اخلي دي 3 7، اخلي دي 6 3، اخلي دي 2 1. فمعنى كده ان الحسابات دي كلها اتغيرت، معنى كده ان الـ A والـ B اتغيروا. المطلوب منك بناء على الدرجات الجديدة دي تحسب لي الـ A والـ B، بناء على الدرجات الجديدة دي عايزك تحسب لي الـ A والـ B. ممكن تعملها بشكل مانيوال، ممكن تحسبها بالإكسل، وممكن تحسبها بالكتاب اللي أنا وريته لك. مجرد ان انت هتديله وهتغير الارقام هيديك الـ A والـ B او الانترسبت والسلوب ايا كان، بس انا عايزها على الارقام الجديده دي اللي انا مديها لك هنا جديد. يبقى ده الهوم ورك بتاعك. عايز اعمل سكرين شوت، عايز تبص عليها من الفيديو. انت ممكن طبعا لو عملت برنت سكرين شوت هيصورها لك وتحطها انت في ايه، في اي حاجه صوره. يبقى الارقام عندك هي دي اللي تغيرها في الاكسل شيت وتحسب بناء عليها الـ A والـ B. ده الهوم ورك بتاعك، ومفتوح ان عندك من الاربع لغايه السبت بالليل. ذاكروا يا جماعه شويه وربنا معاكم. اي سؤال قبل ما امشي؟ حد عنده اي سؤال؟ اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال شباب؟ اولاد اولادي عندكم عند اي سؤال؟ يعطيك العافيه. شدوا حيلكم شويه يا جماعه. شد حيلك علشان يعني شدوا حيلكم يا جماعه، شدوا حيلكم وخليكم متميزين. خليك متميز، خليك انسان متميز، ما تبقاش عادي، ما تبقاش زيك زي غيرك. هتكبر هتبقى عادي، وهتبقى زوج عادي، وهتبقى ابن عادي، وهتبقى موظف عادي. ليه؟ حاول تكون انسان متميز، حاول تكون انسان متميز. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.